قولي يا جماعة، الوايت بورد باين عندكم دلوقتي؟ تمام يا دكتور. طيب هادي، خليك معايا بس عشان النتورك لما بتقطع بيبقى اوقات انا ما بحسش ان على الوايت بورد او البرزنتيشن، فلو في حاجة بس بقولي. تمام يا دكتور. دلوقتي خلي بالكوا بقى معايا، الجزء اللي جاي ده عاوز انك تصحصح شوية وانت بقى بتكتب السيمبل. ليه؟ ان انا هيبقى عندي تو كيسز لازم اخد بالي منهم. في كيسز ان انا عندي السيمي كوندكتور في حاله الثيرمال اكوليبريم، ركزوا بقى، بعد كده انا هولع لايت او هيبقى عندي بطاريه او حاجه، معنى كده ان انا هكسر حاله الثيرمال اكوليبريم. فهنتفق من الاول، افرضوا ان انا عندي ان دي دوبنج مثلا 10 اس مثلا 16، ركزوا كويس بقى. لو انت طبعا واضح لما بتشوف دوبنج 10 اس 16 احنا بنقول ان دي ان تايب ماتيريال، ركزوا بقى، يبقى دي اصبحت على طول ان تايب. انا يهمني ان انا اقول عندي ماينوريتي كارير وماجوريتي كارير، فانت هتقول ان الان بتاعتك، ركزوا بقى في طريقه الكتابه، هنقول ان نود. يعني ايه ان نود؟ كلمه ان نود يعني ان عدد الالكترون، كده معناها الثيرمال اكوليبريم. اما هاجي اكتب بي ان نود، بي ان نود تعني ايه؟ بي تايب؟ لا، هي تعني هول في ان تايب عند الثيرمال اكوليبريم. يبقى طبقا لو عندك عينه 10 اس 16 ده هيبقى ابروكسيمت 10 اس 16، ان نود هتكون في حاله الثيرمال اكوليبريم، انت عارف هي ان اي سكوير على ان بقى في الان نود، اتعودوا تكتب ان الكترون في ان تايم عند الثيرمال اكوليبريم، يبقى دي هتبقى 10 اس 4. خلاص ماشي كده، اولا انت اول ما هتفهم بقى ان نود، خلاص عرفت الماده ان ولا بي، عرفت انت بتتكلم ماجوريتي ولا ماينوريتي، وعرفت انك انت بتتكلم في الثيرمال اكوليبريم. طيب افرضوا بقى واحد هنا ولع لايت او عمل اضاءه، هل الاضاءه اما هتنزل على العينه اللي موجوده عندك، الاضاءه دي هتعمل لك ايه؟ هتكون لك الكترون هول بير، يعني هتساعد الكترون من السيمي كوندكتور ان ياخد انرجي ويطلع فوق. طبعا في الحاله دي طلع لك الكترون زياده، يبقى لازم في هول اتكونت. هنقول بقى ان اللايت ده هيسبب لي زياده في الان، بس طبعا الزياده في الان لازم يكون قدها زياده فين؟ في البي. انت عندك كده اساسا، ادي الاي سي، ادي الاي في، وانت هنا عندك الدونر، خلاص دول كله اتقين، فاي لايت هينزل هيطلع لك الكترون فوق، يبقى لازم هيدي لك هول تحت موجود عندك. ده السبب ان انا بقول ان دلتا ان ودلتا بي لازم يساووا بعض، ركزوا بقى كويس جدا. دلوقتي عدد الالكترونز الجديده داخل الماتيريال وعدد الهول هتتغير، هرمز بقى انها مش ثيرمال اكوليبريم ازاي؟ خلاص ما كده في لايت، الحاله دي هكتبها ان اوف ان، ان اوف بي. يبقى طول ما انك انت مش هتلاقي النود هتفهم انك انت اندر اليومينيشن او اندر ستيدي ستيت، بس مش ثيرمال اكوليبريم، ممكن تكون حاله سبات بس في وجود اللايت. طبعا واضح من المعادلات هنا، لو حد عاوز يكتبها ممكن يكتب دي كده، انها ان اوف ان نود بلس دلتا ان، وممكن دي يكتبها انها بي ان، سوري هنا دي بي ان، بي في حاله الان الجديده، اسف انا غلطت، بس بي في حاله الان الجديده هي بي ان نود زائد دلتا بي، ودي بقى تبقى هي الحاله اللي فيها اللايت، ودي الحاله اللي فيها ثيرمال ايكوليبريم. ها باشمهندسين، هل دلوقتي من ناحية الرموز في أي مشكلة؟ هادي أتعمل. أوكي، يبقى ابتدينا بقى من هنا، بس عشان ما نبقاش نلخبط، إن إحنا طريقة كتابتنا بقى في كل المسائل
تخلي بالك انت بتتكلم على بي تايب ولا ان تايب، هي ماجوريتي ولا ماينوريتي، والحاجه اللي بعد كده هتبتدي تركز هل انت في حاله الثيرمال ايكوليبريم ولا لا، هتميزها عن طريق النود اللي هي محطوطه لك في المسائل او في اي حاجه بقى وانت بتكتب بعد كده. اوكي طيب، دلوقتي بقى من فضلكم الجزء اللي احنا هندرسه مع بعض ده عاوز شيء شويه من التركيز دلوقتي، عشان انا هشرح لك الكونسبت العام اللي احنا بنتكلم عليه. الكونسبت العام اللي انت بتتكلم عليه انك عندك سامبل في الاول، لو انت بتتكلم مثلا على الماينوريتي او الماجوريتي، انا بس دي بقى ايه حاجه مفيده جدا لينا باشمهندسين، الارقام هنا كي انسر هي اللي هتفهمك انا لما باجي اولع لايت انا بعمل ايه. ركزوا بقى. تعالوا ناخد الاكزامبل اللي فات، ان العينه دي فيها ان نود وبي ان نود، دي 10 اس 16، وهنا نفترض انك انت عندك 10 اس 4. ده طبعا انت واحد منكم ما هيشوف كده على طول، هيفهم ان دي ان تايب، وطبعا لو هو يعني مصحصح هيفهم على طول ان الدوبنج بتاعك 10 اس ايه اس 16. خلي بالك بقى، انا مره عاوز ارسم مع التايم، وهنا مع التايم عاوز ارسم مره الان ومره البي. ركزوا، الان والبي لو انت في حاله ثيرمال ايكوليبريم انت عندك 10 اس 16، ده ثابت على طول ان ده هيبقى العدد في حاله الثيرمال ايكوليبريم، فسواء دلوقتي ولا بعدين مش هتفرق معاك، انت الدوبنج عندك دايما ثابت هنا عند ان ايه نوت. ركز بقى، وهنا عندك كونسنتريشن ضعيف جدا ثابت مع الزمن على طول ما بيتغيرش، ان ده ثيرمال ايكوليبريم، عندك بي اللي هي في الان نود، وطبعا دي المينوريتي مثلا 10 اس 4. كويس، هادي ركز بقى معايا، هادي ركز. لو جيت دلوقتي قلت لك انا ولعت الضوء وتكون لي دلتا ان، وطبعا الدلتا ان لازم هتساوي الدلتا بي، فاهم ليه هدي دلوقتي الاثنين لازم يكونوا لبعض؟ عشان لو حصل الكترون طلع فوق لازم يمسك مكان هو لتحت. بالظبط. جيت قلت لك بقى ركز كويس قوي، ان الان والبي نتيجه اللايت دول مثلا في حدود مثلا 10 اس 7. ركز كويس قوي. دلوقتي ان انا قلت لك انك زودت عدد الالكترون ب 10 اس 7 نتيجه اللايت. دلوقتي بقى انا عاوز احسب ان الجديده ان حاله الان، ان دلوقتي ده مش ثيرمال ايكوليبريم. هتقول لي هي ان نوت بلس دلتا ان. هادي لو سمحت، دي لو واحد جاي يحسبها تطلع بكام؟ 10 اس 16. بالظبط، انك الدلتا ان بتاعتك دي مش هتغير حاجه فين؟ مش هتغير حاجه في عدد الالكترون، يعني مش هتبقى حاجه في الماجوريتي، صح ولا غلط؟ صح. يبقى الماجوريتي هيفضل 10 اس كام؟ 10 اس 16. لكن تعالى بقى لو قلت لك انا عاوزك تقول لي الماينوريتي حصل فيها ايه؟ الماينوريتي هتقول لي سوري، هنا بقى لو انت عاوز تكتب الماينوريتي ما تنسوش ان الماينوريتي كانت 10 اس 4 في الاول. هتقول لي ان البي في الماده الان اصبح بي ان نوت بلس دلتا بي. طبعا بقى لو حد منكم عاوز يكتب دي هيكتب دي هنا 10 اس 4 بلس 10 اس 7، طبعا هي ابروكسيمت على طول 10 اس كام؟ 10 اس 7. واضح بقى هنا انك اما انت عملت الاضاءه هل الماجوريتي اتغيرت؟ لا. مين اللي اتغير بقى جامد قوي؟ المينوريتي. المينوريتي. يبقى دلوقتي انا لما بكسر الثيرمال ايكوليبريم وبعمل الانجكشن غالبا اللي بيهمني في الحسابات الماينوريتي كارير، ان الماجوريتي كارير ما حصلهاش حاجه، يعني واحد شايف عنده 10 اس 16 ريكتون تقريبا ما حسش انه اتغير،
لكن واحد بقى كان عنده 10 اس 4 هول بس بقى 10 اس 7، دي معناها ان هي لو هرسمها حتى على لينير سكيل ما تعرفش ترسمها. انك تخيل عاوز ترسم 10 اس 4 وبعدين عاوز ترسم 10 اس 7، طبعا ده لازم في الحاله دي ترسم على لوج سكيل عشان تلحق. فطبعا انت هتشوف بقى ساعتها ان البي بتاعتك لو انت بقى مولع الضوء بصفه مستمره خلاص وصلت لستيدي ستيت كتير جديده، هيبقى عندك انت هنا الماجوريتي بتاعتك اهي، دي البي في الان. وضح بقى هنا ان الانجكشن دايما هيكون مهم قوي في زياده المينوريتي وليست مين ماجوريتي دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، طيب لو قلت لك اطفي اللايت ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ فكروا كده، انت كان عندك عدد هول 10 اس 7 اللي كان محافظ على وجودهم اللايت، ان اللايت نازل بصفه مستمره. طيب لو حضرتك عملت سويتش اوف عند مثلا تي بتساوي 0، خلي بالك يعني هطفي اللايت عند تايم تي بتساوي، يعني اول ما اطفي هبتدي احسب. طيب انا فاهم كان عندي ماجورتي 10 اس 7، المينورتي 10 اس 7، لكن دول هل في حاجه هتفضل تزودهم ولا اللايت اختفى؟ اللايت اختفى. طب ده انا عندي الكترون عددها كبير جدا وهيبقى فيه هول، هيبتدي يحصل ريكومباين. يعني ايه ريكومباين؟ ان الاضاءه الهولز اللي كانت موجوده عندك دي هتركومباين مع الهول، هتنزل هول تلغيها. طبعا في الحاله ده هي انت هتلاقي نفسك ايه؟ السيمي كوندكتور كان لحظه ما انت قفلت في 10 اس 7، بعد شويه هتلاقوا الهول دي اللي موجوده ابتدت تختفي وترجع الى طبيعه الماده اللي هي الثيرمال اكوليبريم. يبقى الكيرف بتاع حضرتك هيبقى شكله كده، مش هيبقى كده بقى بالمنظر ده ان اللايت مش ولع على طول، لا انت هتلاقي بديت ب 10 اس 7 وبعدين مع الزمن عماله تقل 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 لغايه ما ترجع مره ثانيه الى حاله الثيرمال اكوليبريم. وطبعا هيبقى واضح عندك ان الدلتا بي اللي هتختفي هي الفرق من بي ان ماينس بي ان نوت، دي اللي هي كميه الكارير اللي هتختفي. طبعا هي بقى ما بتختفيش ان زيرو تايم، هي بتاخد نوع من الزمن عبال ما تختفي، ده اللي بنسميه ماينوريتي كارير لايف تايم. خلي بالكم، هل في حاجه اسمها ماجوريتي كارير لايف تايم؟ هادي لا دكتور مفيش. ليه؟ عشان هي اساسا ما زادتش، ما حسيتش هي زادت، فمش حاسس ان هي هتقل. يعني بالظبط، هي دي الفيزيكال مينينج اللي كان نفسي انك تفهمه. الماجوريتي هي زادت، زادت كلام 10 اس 7 وهي 10 اس 16 مش هتحس بيها خالص. فانت 10 اس 7 اختفت ما اختفتش ولا ليها اي تاثير، ان العدد ضخم جدا. لكن المشكله عندك انك عندك هنا كنت عندك 10 اس 4 بقوا 10 اس 7، هي دي قيمه الانجكشن، ده قيمه اللايت. انت كان دايما عندك بتقول لي توصيل نتيجه الالكترون ونتيجه الهول. التوصيل بتاع الالكترون كان كويس جدا، لكن اللي كان تعبان في توصيله جامد قوي هي الهول. اول ما ولعت اللايت الهول زادت قوي. الهول لما زادت هتساعدك ان التوصيل يبقى عالي. يبقى القيمه في الانجكشن كلها دايما عينينا على الماينوريتي وليست على الماجوريتي. عشان كده بقى بنقول هنا ان في حاجه بنسميها اللايف تايم. يقصد ايه اللايف تايم؟ ال10 اس 7 دول هيقعدوا تقريبا زمن قد ايه غايه ما يرجعوا مره ثانيه ل10 اس 4. الفتره الزمنيه دي احنا بنطلق عليها تاو بي. طبعا واضح هنا بقى، شوفوا طول ما انا بتكلم على ان تايم، ان تايم تلاقيني بتكلم على تاو بي. اما اتكلم ليه؟ ان انا يهمني الماينوريتي، الماينوريتي هي البي، هي دي اللي بيطلقوا عليها بقى لايف تايم او ماينوريتي كارير لايف تايم. طبعا واضح بقى كلمه لايف تايم يعني فتره الحياه اللي هي هتعيشها قبل ما تنتهي. وطبعا يعني ما بتسمع في بعض الكتب تكتب ماينوريتي كارير لايف تايم وتقول لك لايف تايم وتسمع. اللي بيفهم طبعا على طول هيبقى فاهم ان اللايف تايم هو بتاع الماينوريتي كارير، يبقى في الحاله دي بتاع البي تايم. كده انا بسرعه دخلتك في اللعبه دي. انت فهمت دلوقتي انا هبتدي اعمل انجكشن، يعني هكسر الثيرمال اكوليبريم. هكسر الثيرمال اكوليبريم ان انا دايما بولع على
زي ما انت شفت اما هتولع لايت او هتعمل اي اليومينيشن دايما هتزود المينوريتي والماجوريتي. بس انت فهمت ان انا غالبا ما بتزيدش عندي الماجوريتي ده في 90% من الحالات. ولكن في برضه الحاجات بقى هنتفق عليها. بصوا بقى خلي بالكم من الاسماء هنا عشان هنخش على السلايدز ونبتدي نشوفها. احنا عندنا انجكشن، اولا كلمه انجكشن هي الحقن نفسها هي الانجكشن، يعني لما تقول فلان ده انجكتد بكذا يعني اخذ حقنه كذا. فدايما الضخ او الانجكشن ده زي ما احنا شفنا هو هيزود ال N وهيزود ال B. بس الحقيقه لازم في المسائل ناخد بالنا من كلمه حاجتين. في حاجه بيسموها هاي ليفل انجكشن ولو ليفل انجكشن، يعني خلي بالك لو ليفل انجكشن، وعندنا كلمه تانية اسمها هاي ليفل انجكشن. تعال بقى من هنا نتكلم على الفرق ما بينهم عشان نتكلم على كلمه لو مقصود بها ايه وهاي مقصود بها ايه. هادي لو سمحت خليك معايا بقى في الاكزامبل ده كده دقيقه بس. دلوقتي سيد هادي لو انا جيت قلت لك ان حصل عندي 10 اس 7 جينيريشن نتيجه اللايت، انت زودت الماجوريتي ولا الماينوريتي فقط؟ زودت ال في انهي حاله بالظبط؟ الحاله اللي قدامك دي، يعني انت كان عندك دوبك 10 اس 16 زودت الماينوريتي بس. زودت له. دي اسمها بقى اللو ليفل انجكشن. يعني لو انا عملت اضاءه زودت الماينوريتي فقط دي بطلق عليها كلمه ايه؟ لو ليفل ليفل انجكشن. انجكشن. يبقى دايما اما هتسمعه في اي ديفايس بعد كده يقول لك الديفايس ده بيشتغل اندر لو ليفل انجكشن، دي معناه الماينوريتي هي اللي اتغيرت لكن الماجوريتي ما حصلش فيها اي نوع من التعديل. طيب هادي تخيل ان انا استخدمت نوع من اللايت جامد جدا والنمبر اوف فوتو نازله انتنستي عاليه جدا بحيث ان اللايت ده اما نزل راح مكون لي دوبنج بتاعي، هي نفس السامبل لكن كون لي لايت، ركز بقى في الرقم كويس قوي، كون لي لايت هنا بدل 10 اس 7 لا كون لي دلتا بيساوي دلتا ان بتساوي مثلا 10 اس 18. ركز كويس، لو حضرتك عندك 10 اس 18 ده اللي تكون نتيجه اللايت، في الحاله دي هل الماجوريتي هيبقى 10 اس 16 ولا ابروكسيمت 10 اس 18؟ ابروكسيمت 10 اس 18. معنى كده انك انت، وطبعا الماينوريتي هيتغير برضو ولا لا؟ هيتغير برضو. بس تلاحظوا حاجه هنا بقى، الماينوريتي والماجوريتي الاثنين اتغيروا ولا لا؟ اتنين اتغيروا. اتنين اتغيروا، دي بنسميها هاي ليفل انجكشن. يبقى سؤال، لو اللايت اللي بتاعك ده زود عدد الكارير بحيث ان الماجوريتي والماينوريتي زادوا، ده بنتكلم على حاجه بنسميها هاي ليفل انجكشن. لو ان اللايت اللي عندك زود لك الماينوريتي فقط وساب الماجوريتي زي ما هي، هتتكلم في الحاله دي على ما يطلق بكلمه لو ليفل انجكشن. على فكره كده انا كل الديفينيشنز وكل الحاجات اللي يعني معظم الحاجات قلتها لك، الحاجات بقى الثانيه هتيجي في نقط مهمه. طيب بعض الناس تيجي تسالني يعني تقول لي هو اللايف تايم ده اللي بيرجع بيه الحاجات دي مهم؟ اقول لك مهم، ده اساس كل الشغل يعني. ودلوقتي هشرحها لك بقى اكتر شويه مع الابلكيشن. بس تعالى الجزء اللي انا قلته في الاول بتاع السيمبلز وهاي ليفل انجكشن ولو ليفل انجكشن نحطه على السلايدز. بعد كده نكمل شويه برضو حاجات فيزيكال كده ونرجع تاني نكمل على السلايدز. احنا النهارده على فكره كل اللي هناخده في الساعه ونص ولا الساعتين بتوعنا دول هم اول خمسه سلايدز او سته سلايدز. يوم الخميس ان شاء الله هكمل ده بقى بالكونتينيوتي ايكويشن اللي هي القاعده اللي هتبقى فيها المعادلات. كده تقريبا بارت 2 بالنسبه لك هيبقى خلص بكل الكم الهائل بقى من المسائل اللي هتبقى عنده. طبعا هنا في نوعين من المسائل مهمين جدا. اول نوع طبعا انت خلاص عرفته بتاع الانرجي باندا جرام اللي انا حليته لك المره اللي فاتت، وقلت لك في مسالتين في الشيت عندك
مصطفى هيحلهم معاك. كل مسائل الانرجي باند جرام عاوزه طريقه تركيز شويه تفهمها وتحلها، يعني مش صعبه بس لازم تحط ايدك بسرعه. بعد كده المسائل بقى بعد كده انك هتعمل اكزايتيشن، وبعدين نرجع للحاله الطبيعيه بتاعتنا. هنتكلم بعد شويه على ما يسمى بالكونتينيوتي ايكويشن، هي المعادله اللي هتلاقوها في كل انواع الديفايسز فيما بعد. المهم نرجع بس نشوف الجزء ده بقى دلوقتي. قبل بس ما نسيب السلايدز دي، في حد عنده هنا اي يعني كومنت او سؤال؟ يا دكتور انا عندي كومنت، بس هو كده في الهاي ليفل انجكشن كده احنا بيخلي الماده تقرب ان هي تبقى بيور. بس اصل كان هي السؤال، هي ممكن تقول انها قربت تبقى بيور، ولكن دي نقطه بقى مهمه جدا، هل بيور بكوندكتيفيتي قليله ولا بيور بكوندكتيفيتي عاليه؟ كوندكتيفيتي قليله ليه؟ او على ماشي عالي 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 ايه عشان بس التخريب على اللي بلاندنج بي، على بلاندنج بي. ادي انت اللي سالت السؤال ده؟ لا بس انا جبتها من موبيلتي. لا بس هو انا عندي ان عاليه، فالزياده في الان تبقى اكتر من اللي انت على الموبيلتي. هنا انت يعني زودت الان وزودت البي، فانت الكوندكتيفيتي زادت جدا. بس انا يعني بس يا دكتور بطلعه عشان لما بلاقي عدد الكارت بتزيد المفروض موبيلتي بتقل، فانا بس بطلعه في الحته دي. صح، بس زياده الان اكبر بكتير. يعني الموبيلتي مش زي داتا من 10 اس 16 مثلا 10 اس 18 ده هيقتل لك ان حس تلاقي الكرنت بيقل، لا. الزياده يعني نقصان الموبيلتي هيبقى اقل من بكتير من زياده الايه؟ من زيادة الكاريوس كاري. اوكي، في حد عنده سؤال تاني؟ دكتور ممكن سؤال بس؟ واحنا كده هنخلص الفيديو كله النهارده صح؟ يعني الفيديو الجاي نشوفه قبل المحاضرة الجاية صح؟ مش عارف اذا كان كله هيخلص ولا لا يا ابني، ان انا برضو هنا ماشي معاكم بقى بالكونسبت. انت بص على الفيديو الاول وشوف بقى انا وصلت لغاية فين. لقيتني خلصته انقل على وراه على طول. تمام يا دكتور. ده اللي يعني انت، انا ليه سايب لك دول؟ ان انا برضو بص، انتوا شفتوا الكلام ده في السلايدز. دلوقتي اما ناقشته معاكم كده واضح اكتر شويه ولا لا؟ دكتور واضح اكتر بكتير. بالظبط، هو ده اللي انا عاوزه، انت تبقى عندك فكره. وفي حتت وانت بتتفرج عليها في الفيديو هتلاقيها ما دخلتش دماغك قوي او مش مقتنع بيها، ليه؟ هيبقى تركيزك عليها هنا. ان انا النهارده هو التركيز ده كان بيتعمل يا ابني بطريقتين. الطريقه النورمال في بلاد العالم كلها انك بتسمع السلايدز وبعدين بتروح تقعد كده لوحدك شويه وبعدين تحل مسائل وبعدين لو وقفت ترجع للاسبوع اللي بعديها. في الضغطه اللي انتوا فيها دلوقتي كل الناس هتجري، انت غالبا ما عندكش تايم طويل انك انت واحد هيمسك ماده الرياضه في الاول هيروح راكن دي، واحد هيبص في الفيزيكس هيروح راكن الرياضه شويه، هتلاقي نفسك بعد شويه ما عندكش التايم انك امتى تجيلي، امتى هتحتاجني، انت مش عارف، وضغطة المواد كلها والامتحانات و و و و هتعمل المشكله دي. فالحل عشان انا احاول الاشي الجاب عندك، بقول لك اتفرج عليها قبلي، بتاخد مثلا نص ساعه، هتلاقي في حاجات مشيت وحاجات معينه بقى هي اللي وقفت دي اللي هتركز معايا فيها. يبقى انا بضمن شويه ان بحاول ان بعد المحاضره تبقى انت وصلت انك ما تبقاش محتاج حد تاني في البارت انك تفهمه. لو عندك بقى سؤال صغير ولا حاجه غير ما تبقى حاجه على بعضها مش مفهومه. هي الحقيقه بس عشان التايمنج ان انا ما فيش، يعني احنا اما هنخلص اخر اسبوع ده هتخلص ومش هتلاقي سيكشن غالبا وبعدين الامتحان. يعني انتوا متخيلين النهارده احنا 21، يعني احنا بقى لنا بيننا وبين الامتحانات مفيش 28 و 29. اوكي نرجع بقى، معلش الناس اللي تحت دي غلط، نرجع الى الليكشنز. طيب هنيجي نبص على المجموعه اللي احنا خدناها. احنا كنا خلصنا بقى، واضح جدا من الاسم ان احنا هنتكلم على الاكسس كارير في السيمي كوندكتور، وبعدين هنتكلم على الكارير انجكشن، هنبتدي نتكلم على الجينريشن وريكومبينيشن، وبعدين بعد كده ان شاء الله دول الثلاثه اللي هيخلصوا النهارده، وهيبقى فاضل بقى الكونتينيوتي ايكويشن دي سيبريت هنبتدي بيها ان شاء الله الشغل بتاع يوم الخميس. اوكي دلوقتي نعدي بقى كل الحاجات اللي احنا عديناها دي، هنوصل مع بعض الى ختام البارت ده.
ايوه تعالوا بقى على الاكسس كارير في السيمي كوندكتور. اولا انت عارفين كويس جدا ان الثيرمال اكوليبريم انت عارفه انه فاليد بالماس اكشن لو اللي هي ان بي بيساوي ار ان اي سكوير. عظيم. لو جينا ولعنا اللايت احنا بنعمل حاجه اسمها كارير انجكشن. طبعا واضح انك انت فهمت ان الان بتزيد والبي بتزيد، فاكيد حاصل ضرب الان في البي هيبقى اكبر من ان اي سكوير. طبعا لو انت زودت الان بي بحيث تبقى اكبر من ان اي سكوير دي طبعا نون ايكوليبريم سيتويشن، ده معناها انك انت حصل هنا عندك كارير انجكشن. برضو خلي بالكم ان في نوع تاني من الكارير عجيبه شويه. تخيلوا لو عندكم سيمي كوندكتور ورحت مبرده مفاجئ. انت دايما لما بتبرد السيمي كوندكتور عدد الالكترون وعدد الهول ساعتها هيحصل اكستراكشن، يعني برضو مش هيبقوا ساعتها اكبر من الان اي سكوير، لا هتبقى الان في بي اقل من ان اي سكوير. يعني انت لما بتيجي تبرد فجاه ففي بعض الالكترونز بتفقد الانرجي بتاعتها وبتروح نازله عامله ريكومبينيشن مع الهول. طبعا هي تنزل تعمل ريكومبينيشن مع الهول تلاقي في الحاله دي ان حصل ضرب الاثنين ما بقاش يساوي ان اي سكوير، بيبقى اقل منهم. الحقيقه دي بيسموها كارير اكستراكشن، برضو هي نوع من كسر الثيرمال ايكوليبريم. لكن طبعا النوع ده مش يعني مش شائع في الاستخدام، لكن هي طبعا الكارير انجكشن اكتر. ان طبيعي انت فكرتك دايما انك عاوز تزود الكوندكتيفيتي، وهنشوف بقى الكلام ده اهميته. المهم انك انت بتزود ايه عن طريق يا اما اوبتيكال اكسايتيشن، يا اما بتحط اكسترنال ماجنتيك فيلد بايس او غيره. كل ده يعمل لك ممكن نوع من الكارير انجكشن او زيادتها. بس تلاحظوا حاجه بقى، ان احنا اتفقنا الاسم دي بقى نركز عليها كويس قوي. دايما احنا بنقول عندنا جينيريشن اوف الكترون هول بير. ليه؟ ان اللايت ما هيطلع هيديك الكترون وهيديك هول في نفس الوقت. فدي مشهوره بكلمه الجينيريشن بروسس، ويقول لك الكترون هول بير جينيريتد. طبعا انت فهمت كلمه الكترون هول بير انك زي ما بتكون الان بتكون البي. عشان كده بنقول ان النمبر اوف اكسس الكترون دلتا ان دايما بيساوي النمبر اوف اكسس هول دلتا بي. بعد كده بقى ابتدينا نخلي بالنا من حاجه مهمه قوي، كلمه لو ليفل انجكشن. انت فهمت من كلمه لو ليفل انجكشن انك ساعتها هتزود الماينوريتي، لكن الماجوريتي بتاعتك دي هتفضل زي ما هي. يبقى دايما انا بزود الكارير كونسنتريشن بتاع الماينوريتي، لكن الماجوريتي ما بيحصلش اي نوع من الزياده. طيب تعالوا ناخد اكزامبل بقى عشان الكلام ده نحطه تو سكيل ونتكلم عليه. بصوا كده، انا واخد لك سامبل هنا ب 10 اس 15، فخلص ال ان ان نود. خليت بالكم بقى انا بكتب ان ان نود، دي الثيرمال اكوليبريم، هي نفسها ال ان دي 10 اس 15. البي ان نود هنا طبعا هتبقى ان سكوير على ان نود سكوير، هتبقى 10 اس 5. خلي بالكم الاكزامبل اللي كنت مديهولكم على الوايت بورد كانت 10 اس 16، هنا 10 اس 15، مش هتفرق في حاجه. طيب بعد كده حضرتك خلاص انت فهمت ان النود دي ريفير للثيرمال اكوليبريم. تعالى بقى نعمل لو ليفل انجكشن. طيب اللو ليفل انجكشن يعني ايه؟ انا قلت لك ان الدلتا ان والدلتا بي اللي هيتكونوا دول يكونوا اقل قوي من الكارير كونسنتريشن. تعالوا ناخد اكزامبل، افرضوا ان واحد عمل لايت، اللايت ركز عملتك دلتا ان دلتا بي 10 اس 12، ركزوا بس 10 اس 12. طبعا لو واحد بص هنا قارن هنا ادي 10 اس 12، الماجوريتي بتاعت حضرتك 10 اس كام؟ 15. هل 10 اس 12 هتغير حاجه في 10 اس 15؟ هادي لا دوك استغرب برضه ولا حاجه، ان الثانيه اكبر منها 1000 مره ولا حاجه. دي معناها انك انت عندك المينوريتي بتاعتك هي اللي زادت والماجوريتي ما حصلهاش اي نوع من التغيير. اهو لو حد منكم عاوز يحسب مثلا ان دلتا ان على ان نود، الزياده على ان نود اللي هي 10 اس 12 على 10 اس 15، هلاقي ان الزياده بتاعتك ما جاتش 0.1%، ما جاتش ما كملتش 1%، ده واحد من الالف يعني. طيب لكن لو انت بقى جيت تبص على الماجوريتي كارير، هتلاقي الماجوريتي كارير الماينوريتي كارير هي اللي زادت زياده مهوله. لو واحد هنا مثلا عاوز يحسب زياده البي، هيلاقي ان البي في الان اكبر كتير قوي من البي ان نود.
يعني لو انت جمعت هنا 10 اس 5 حطيت عليها 10 اس 12، تخيل من 10 اس 5 بقيت 10 اس 12، يعني انت زودتها كده 10 اس 7، 10 اس 7 يعني انت زودت المينوريتي 10 مليون مره. طبعا دي زياده جامده جدا، عشان كده قلنا ان ال n فضلت زي ما هي لكن ال b زاد جامد. طيب لو جيت اتكلم على هاي ليفل انجكشن، تخيلوا ان انا عملت اوبتيكال يعني اكزايتيشن، عمل لي 10 اس 15، هتلاقي ال 10 اس 15 دي طبعا هتزود لي الماجوريتي والماينوريتي. بصوا انا رسم لكم رسمه هنا توضح اللعبه قوي. حضرتك لو شغال ثيرمال اكوليبريم هتبقى الدوبنج بتاعك 10 اس 15، ده الماجوريتي اللي هو ان ان نود ودي البي ان نود. طيب لو عملت لو ليفل انجكشن الماجوريتي زي ما هي ما اتغيرتش، يعني شفت لو انت بصيت من هنا لهنا زي ما هي، لكن شوف الماينوريتي اللي كانت تعبانه قوي دي 10 اس 5 هنا بقت هنا 10 اس 12، طبعا زادت زياده مهوله، وطبعا ده بقى واضح انك زودت الماينوريتي لكن الماجوريتي ما حصلهاش اي زياده، دي اللي بنطلق عليها لو ليفل انجكشن. في الحاله بقى اللي انت عملت 10 اس 17 اللي هي الهاي ليفل انجكشن، ال 10 اس 15 بتاعتك دي هنا اهي بقت فوق الجهه الثانيه 10 اس 17، طبعا 10 اس 17 اللي موجوده عندك وكمان هترفع زيهم الماينوريتي تقريبا، فانت هتشعر ان الماجوريتي بتاعتك يعني والماينوريتي زادوا، فدي اللي انت بتطلق عليها كلمه هاي ليفل انجكشن. دي كده ملخص السلايدز اللي احنا بدينا بيها. تعالى بقى نروح الى موضوع الجينيريشن والريكومبينيشن. انت اتفقت انك تطلع لايت، انت هتطلع الالكترون من الفيلنس باند الى الكوندكشن باند. طفيت اللايت، اللايت هيبتدي يرجع مره تانية. طيب عاوزين نحط بعض الديفينيشن لكلمه جينيريشن ريت ريكومبينيشن ريت. يعني ايه جينيريشن ريت؟ يعني ايه ريكومبينيشن ريت؟ عاوزين نبتدي نحط الديفينيشن عشان نقدر بعد كده نوصف السيمي كوندكتور دي بمعادلات عندنا. طيب تعالى بقى نبتدي نحط الديفينيشنز بتاعتنا. اول حاجه انت فاهم ان عمليه الريكومبينيشن عكس الجينيريشن، انت بتدي للسيمي كوندكتور انرجي عشان تعمل جينيريشن، لكن لو الالكترون رجع مكانه هو بيلوز الانرجي اللي موجوده عندك دي وبيديها لك او بيفقدها، في ممكن بقى بلايت، ممكن بحاجات كتير هنتكلم عليها في الصفحه اللي جايه. المهم دلوقتي بقى تعالوا نحط ديفينيشنز عندنا. اما واحد يجي يقول لك انا عندي ايه هو الجينيريشن ريت، هتقول له الجينيريشن ريت خليكم معايا بقى، انا كام الكترون هول بير هيتكونوا بير يونت فوليوم بير سكند. خلي بالكم ديفينيشن من فضلكم، ان انا ممكن تبقى عندي قطعه سيمي كوندكتور صغيره وممكن حته سيمي كوندكتور كبيره، ممكن تبقى عندي حاجات زي الديفايسز يبقى سمكها مثلا 10 انجستروم 200 انجستروم، وطبعا ممكن يبقى بالك بالمايكرو. فطبعا كون ان انا اقول عندي الكترون هول جنريتد، ممكن الجنريتد دي في فوليوم قد ايه، انك انت لو في فوليوم صغير ممكن الجنريشن يبقى جامد جدا، ممكن لو الفوليوم كبير تجد الجنريشن ده ولا قيمه ليه. يبقى في الحاله دي خلي بالكم بس ان الديفينيشن هي عدد الالكترون هول بير اللي اتكونت بير يونت فوليوم بير يونت سكند، ده الديفينيشن بتاع الجنريشن. برضو الديفينيشن بتاع الريكومبينيشن نفس الديفينيشن، كام الكترون هيحصل له انهيليشن او يعني معناها اختفاء بير الالكترون هول بير، برضو بير يونت فوليوم بير سكند. الله يا جماعه لو نسيتوا ان الجي والان دول الجي والار دول نمبر بير يونت فوليوم بير سكند في اي لحظه هتحلوا المسائل غلط. افتكر كويس ان هي فيها فوليوم وفيها السكند. طيب سؤال بقى برضو بالنسبه لنا، في شويه اسماء عاوزين ان احنا ناخد بالنا منهم، وهقول لكم بقى دول جوه الديفايس هي اللعبه بتاعتنا كلها. ان انا ايه بقى، انا اللايف تايم والحاجات دي انا عاوز اكنترولها. يعني انتوا متخيلين، انتوا فهمتوا دلوقتي هادي يعني ايه لايف تايم؟ لايف تايم هو الوقت الكاريرز اللي انا عملتها انجكشن باللايت بتعمل لها انبهلال ترجع تاني لحالتها الايه؟ الاصليه. الاصليه
طبعا هي هترجع على حالتها الاصليه معناها عملت الكومبينيشن ولا عملت الكومبينيشن ورجع. طيب دلوقتي الزمن تاو بي ده اللي هو فيزيكالي قلنا عليه اللايف تايم، انا عاوز اناقشه معاكم بقى شويه. الزمن ده اخطر حاجه في الدنيا انك ممكن في الديفايس تتخيلها هي الزمن ده. ليه؟ بصوا كده يا باشمهندسين، افرضوا جيت قلت لكم عندك سيمي كوندكتور تحت دوبنج معين، ركز كده، عشان يرجع على طبعه مثلا عاوز ياخد 1 مايكرو سكند، 1 مايكرو سكند يعني 10^6 من الثانيه. يعني انت هتعمل ايه؟ ركز كده، انت هتولع لايت، اول ما تولع اللايت الكارير تزيد، هتطفي الكارير، هتطفي اللايت. السيمي كوندكتور ده عشان يرجع لطبعه هيحتاج 10^6 سكند. حلو. طيب اسالك سؤال، بصوا كده، تخيل واحد جايب سيجنال بلس، اللايت يولع وبعدين يطفي وبعدين يولع مره ثانيه وبعدين يطفي ويستنى شويه. ركز معايا بقى عشان الناس تفهم قيمه اللايف تايم. دلوقتي انت هتجيب البلسز ده، هي ادي قطعه سيمي كوندكتور، ركز، قطعه السيمي كوندكتور دي واصله هنا ببطاريه، في كرنت بيمر لقيمه معينه. كويس، اول ما اللايت يتنور، ركز كويس، ايه اللي هيحصل للكارير هنا؟ الالكترون هول بير هيزيد ولا لا؟ هيزيد. يبقى الكرنت في الدايره هيزيد ولا لا؟ هيزيد. حلو. طيب حضرتك بقى هتطفي اللايت، هتبتدي تحصل ايه للكارير؟ تيل تيل بروباق. اللي هيحصل بقى ان حضرتك هتلاقي الزياده السريعه اول ما طفيت اللايت، صاحبنا ده الكرنت اللي في الدايره ولا اي حاجه عمال ينزل، طبعا هينزل ينتهي بعد تاو بي. يبقى هو دلوقتي عشان ينتهي محتاج قد ايه؟ 1 مايكرو ايه؟ 1 مايكرو سكند. طيب لو تخيلوا ان الزمن ده من هنا لهنا 10 مايكرو سكند، يبقى ده تخيل كده، لو قلت لك سكيل 1 مايكرو سكند، يبقى انت عندك بدل ما دي هتبقى كده ده هي دي كي في 1 مايكرو سكند. طيب البلس الاولى جت واختفت وبعدين تيجي البلس الثانيه، هتحس بيها ولا مش هتحس بيها؟ هحس بيها. ليه؟ ان الكرنت قل قوي وبعدين اول ما جت البلس الثانيه هيجي يطلع، صح ولا غلط؟ صح مظبوط. طيب خليني اسالكم سؤال ده، تخيلوا لو دي البلسز اللي جايه لي ده هي من بره، تخيلوا لو الزمن بتاعها، ركز كويس بقى قوي في المثال ده، قلت لك البلس دي الزمن من هنا لهنا مثلا 0.1 مايكرو سكند، بلس جاي لك سريعه، بلس وراها بلس وراها بلس سريعه، هتخبط اللايت هنا هيكون الكترون هول بير ولا لا؟ مظبوط. طيب هو عشان يختفي عاوز قد ايه؟ 1 مايكرو سكند. حلو، 1 مايكرو سكند يعني عاوز زمن طويل قوي قبل ما يختفي، 1 مايكرو سكند. طيب هو لسه هيبتدي يقل، هتلاقي البلس الثانيه جت، البلس الثالثه جت، البلس الرابعه جت، هل انت ساعتها هتشعر ان البلسز جت لك ولا هتشعر كان الكرنت مستمر عالي على طول؟ هتشعر ان هو كل استنت على طول. بالظبط. ليه؟ ان هو ما اختفاش ورجع زاد، فانت خلاص انت مش هتحس ان في سيجنال جات لك، انت كل السيجنال جايه لك كلها عماله تكون لك الكترون هول بير، انت مش هتشعر، انت هتحس شعور كما لو كان جات لك سيجنال واحده بس الاول، وبعد كل ما السيجنال خلصت تبتدي تقل. طيب واضح بقى ان انا لو استخدمت حاجه 1 مايكرو سكند 0.1 مايكرو سكند البلس، لازم التاو بي بتاعت الماتيريال دي تقل ولا لا؟ دي تقل. ان انا عاوز الريلاكسيشن اللايف تايم ده يبقى صغير جدا، بحيث اول ما اللايت تختفي الضوء يقع على طول يقل، تيجي البلس الثانيه احس بيها. يبقى سؤال، هل التاو بي بتاعت الماتيريال انا في ابلكيشن بقى بتاعتي في شغلي في الالكترونكس، هل انا عاوزها مقدار ثابت للمواد كلها، ولا كمان لازم افكر في طريقه ان انا اقدر اغيرها بيها؟ فكر في طريقه اغيرها بيها. تمام، هو ده بقى
مغبط يعني زي ما بقول لك مربط الفرس بقى. على فكرة بقى أقول لكم يعني أنتوا مش هتصدقوا الكلام ده يعني إن هتستغرب قوي من الرينج. التاو بي دي يا ابني للسيليكون أقدر أتحكم فيها إن أنا أخليها تخيلوا من مثلا 10 أس ناقص 11 إلى 1 ملي سكند أو يعني معناها 10 أس ناقص 3. تخيل أقدر العب دكتور هو صوب يقطع ان انا اغير دبي. نعم الصوت قطع وجيه الصوت قطع وجيه بس طيب المهم انا بقول لك يعني عشان تتخيلوا بقى التايم الريلاكسيشن تايم ده. اولا من فضلك بس ان الناس اللي موجوده انا مش عارف عددكم دلوقتي قد ايه بس انا يهمني بس حاجه اسال عليها في الاول تبقى معايا بس من فضلكم. انا اتكلمت دلوقتي انتوا عددكم 43 واحد. انا اتكلمت دلوقتي على التوبي اهميته. اللي منكم فهم اهميه التوبي ان لازم التوبي ده يبقى سريع او بطيء طبقا للابلكيشن اللي عندي. انا لو السيجنال عندي بطيئه ما يفرقنيش ان التوبي يبقى كبير، لكن لو السيجنال جايه سريعه عشان اقدر اقفل السيجنال دي لازم التوبي يبقى صغير. اللي منكم فهم الجزء ده ارفع لي ايده بس خليك بس رافعه دي واحده عشان انا في ناس عاوز اسالها. طب زياد احمد ايه المشكله عندك؟ لا انا رفعت وقفلت يا دكتور. طب يوسف وائل يوسف اوكي برافو اوكي خلاص. انا بس اصل يعني انا بيبقى في حاجات يهمني ان الناس تفهم. طيب بعد ما فهمت انت الكلام ده بقى تعالى نكمل مع بعض شويه. يا جماعة لو سمحت أنا بقول لك ارفع إيدك مش افتح الساوند. أوكي خليكم معايا. الجينريشن والكومبينيشن أهو الديفينيشن. بصوا بقى إحنا عندنا أنواع من الجينريشن وأنواع من الكومبينيشن. إيه الأنواع دي؟ تيجي إزاي؟ نفهم سؤال. دلوقتي تخيلوا الإيجاب دي ما فيهاش ولا ستيت، ما فيش مكان الإلكترون يقدر يطلع له. معنى كده ان الالكترون لازم ياخد الانرجي كامله لغايه ما يوصل للاي سي. برضو لو حصل ريكومبينيشن هيرجع الى الاي في. دي بيسموها باند تو باند ريكومبينيشن او باند تو باند جينيريشن. انك زي ما انت شفت الالكترون ده عشان يطلع لازم ياخد الاي جاب كامله، عشان ينزل لازم يفقد الاي جاب كامله. دي بيسموها دايركت جينيريشن اند ريكومبينيشن بروسس. طيب افرضوا ان انا عندي بقى بعض الماتيريال عملت فيها شوائب بحيث ان الشوائب دي تعمل لي ستيت بيسموها يعني جوه الباند يعني جوه الايجاب. خلقت ستيتس ممكن الالكترون تنط عليها او تطلع لها. طيب معنى كده اللي الالكترون اللي في الحاله الاولانيه بتاع الدايرك ده كان لازم اللايت يديله الايجاب بالكامل عشان يتحرك. طب لو ما ادالوش دي ولا يطلع. لكن تعالوا بصوا بقى لو عندي ستيت هنا وجالي لايت ضعيف ممكن اطلع لفوق بس على تو ستيب، انط من الفيلانس باند الى الستيت وبعدين اخد شويه انرجي تاني انط من الستيت دي الى الكوندكشن باند. طبعا دي بيسموها في الحاله دي اندايركت جينيريشن اند ريكومبينيشن. يبقى هنا انت بتعمل شوائب، ركزوا، بتعملوا شوائب في المادة بطبيعة معينة. من المشهور مثلا جدا لو عملت جولد جوه السيليكون يعمل لك حاجات في النص. الحاجات بقى الانترفيس ستيتس دي او الستيتس الانترميديت ستيتس دي اللي موجودة. سؤال بقى هادي خليك معايا، الانترميديت ستيتس اللي موجودة دي تساعدك في عملية الجينيريشن والريكومبينيشن ولا لا؟ ساعدني ساعدك. انت الاول هنا عشان كنت تعمل لي جينيريشن لازم اللايت يديك الايجاب صح ولا لا؟ صح. لكن غير كده ما كانش يعمل جينيريشن. وبرده عشان الالكترون عاوز يرجع لازم يفقد انرجي جامده جدا وخبطه جامده عشان يفقد الايجاب يروح نازل. لكن تعالوا بقى لو في انتر ميديت ستيتس كده ستيتس في النص اللي انا مديها باي تي، اي تي يعني انترميديت ستيتس. طبعا دي نتيجه بقى حاجات كتيره
ممكن عيوب جوه السيليكون اعملها تعمل لي دي، ممكن اعمل امبيوريتيز يعني مواد شوائب بطريقه معينه تعمل لي ستيتس في النص. طبعا في الحاله بقى اللي فيها اندايركت جنريشن دي بتنهانس عمليه الجنريشن والريكومبينيشن، يعني بتزودها، بتعمل انهانسمنت تزويد او مزايا. ليه؟ ان ضوء قليل قوي ممكن او ضعيف من ناحيه الانرجي يبتدي يعمل لك الجنريشن، وبرده نفس الحكايه تعمل لك ريكومبينيشن سريع. ليه؟ انا الاول هنا في الماده اللي فوق خالص الدايركت دي كنت لازم استنى افقد انرجي كامله عشان ده يقدر يرجع، لا هنا اول ما اطفي اللايت ممكن ينزلوا على الستيتس دي اختفوا خلاص من الكوندكشن، مفيش، يروحوا مختفين كمان من الفيلنس. معنى كده لو واحد منكم، هل لعبه ان انا اعمل ستيتس دي تخليني اتحكم في مين بقى؟ لو انت بتفكر في التاو، عرفت بقى هما بيتحكموا ازاي في التاو دي؟ ده اللي هو التايم بتاع الكومبينيشن. بالظبط التايم بتاع الكومبينيشن بتاع الرجوع، يعني ان الماده ترجع بسرعه ولا لا، بانه هو بيعمل فيها بعض الستيتس عشان تساعده ان الرجوع يبقى سريع او بطيء. ما انت عشان برضو بعض الناس بتقولي ليه انت بتقعد تدرس لنا الكلام ده، ما انت لازم تبقى فاهم ان في حاجه اسمها دايركت جنريشن وكومبينيشن. الدايركت دي بقى انعكاسها الاساسي ان انا اقدر يعني اتحكم كويس قوي في عمليه اللايف تايم، في عمليه ان انا ارجع بعد قد ايه. طيب اسالكم سؤال فيزيكالي كده، لو واحد عاوز اقول لك ان الانترفيس الانترميديت انترفيس دي اللي انت بتحطها مور افيشنت لو كانت في وسط الايجاب، ما لهاش افيشنسي ولا ليها قيمه لو كانت قريبه قوي من الكوندكشن او الفيلنس. ده صح ولا غلط؟ صح. يعني يا اخوانا هي لو قريبه قوي من الاي سي ولا قريبه قوي من الاي في عشان يحصل انتقال تقريبا انت محتاج الايجاب ولا لا؟ محتاج الايجاب. اذا ما عملتش حاجه صح ولا لا؟ صح. يبقى هنا دايما ال يعني المور افيشنت اللي هي الماتيريال او الشوائب او الامبيوريتي او الامبرفكشن، يعني العيوب الصناعيه اللي تقدر تعمل لي ستيت قريبه من الميد جاب اللي موجوده عندي. طيب دول كده نوعين فيهم جنريشن وريكومبينيشن. بعض الناس هتقول لي هو انا ما فيش عندي الا ركزوا يا اما دايركت يا اما اندايركت، مفيش انواع تانية تسبب الريكومبينيشن. لا خلي بالك ده في انواع متعدده، بس انا شرحت لك دول للسهوله في الاول. هو اسهلهم طبعا الدايركت، عشان كده انا لما باجي ادرس بعد كده اللايف تايم والكلام ده ما بدرسهولكش الا على الدايركت سيمي كوندكتور اللي هو سهله بتطلع فون ستيب وترجع تاني. الستيبس بقى بتاعت اللي فيها الانترميديت ستيتس دي لا دي اصعب شويه، دي ما حدش برده بيدرسها الا في الكورسات بتاعت البوست جرادويت شويه. طيب واحد بيجي يقول لي يعني هي دي الطريقه الوحيده ان انا اعمل ريكومبينيشن ان انا انزل من فوق لتحت ولا في طرق ثانيه؟ هقول لك في طرق كتير ثانيه بس هشرح لك منهم اثنين عشان هيقابلوك في الديفايسز، فبعض الناس تبقى برضو عندها فكره ايه هم. بص عاوز اسالك سؤال، هادي خليك معايا انا الضحيه بقى انا كده. سؤال الدايركت او الاندايركت اللي قدامك دول، وانا بعمل ريكومبينيشن في اشعاع بيخرج من الماتيريال ولا يعني في الدايركت بيحصل والاندايركت برضه؟ افرض واحد نزل على الاستيت وبعدين من الاستيت على الفينس، ما كل نطه من دول هو بيفقد انرجي ولا لا؟ بيفقد انرجي. ممكن الحالات دي بنسميها ساعتها اريديتيف، يعني ان ممكن اثناء الريكومبينيشن انك تلاقي لايت خارج من الماتيريال او ان في الكتروماجنتيك ويف بتخرج من الماتيريال، لان هو بينزل ما بين ستيت بيفقد الانرجي ما بينهم. ممكن الفقد ده يبقى يظهر على اساس وجود لايت، على اساس وجود حراره، وجود حاجه، مهم ان هو بينزل فبيفقد الانرجي بتاعته ممكن على هيئه راديشن. فدايما الاندايركت والدايركت ممكن يكونوا مصاحبين في عمليه الريكومبينيشن بتاعتهم الى خروج بعض الراديشن من الماتيريال. طيب بص بقى هوريك حاجه تانية خطيره قوي دلوقتي، تعالوا اوريكم نوع تاني
من الريكومبينيشن بيحصل بيسموه سيرفيس ريكومبينيشن. ركزوا معايا بس يعني ايه سيرفيس ريكومبينيشن. تعالى معايا افرضوا دلوقتي انا عندي دي هنا سيليكون. طيب لو عندي اتوم سيليكون هنا هي شايفه سيليكون فوق سيليكون تحت سيليكون في الجنب في كل الحاجات سيليكون تماما. لو انا اخدت اتوم عند السيرفيس بالظبط ركز بقى هي هتشوف تحتيها سيليكون هتشوف جنبها سيليكون لكن فوقها بقى الاير ولا لا اير معنى كده ان الاتوم اللي على السيرفيس دي بتبتدي تبقى فيها بوند غير مشبعه صح ولا غلط صح. طيب لو انا عندي ديفايس او سيمي كوندكتور بقى ترانزستور ولا حاجه الالكترون بتجري هنا هتشوف نوع من الريكومبينيشن غير اللي هتبقى على السيرفيس ان السيرفيس ممكن جدا الالكترون يجي يمشي هنا يروح كابتشر في اللي هي البوند اللي غير مشبعه. يبقى السؤال انا لو عندي دايما ديفايسز وبتكلم على السيرفيس بتاع الديفايسز ممكن الاقي ستيت مش مشبعه دي تسبب لي ان الريكومبينيشن يبقى سريع تصطاد الالكترون ده اللي ماشي بطريقه اسهل. عشان كده دايما يقول لك لو انت جوه البلك جوه الوسط زي هنا هيبقى في توزيعه للبوند اما اطلع عند السيرفيس هتلاقي التوزيعه دي مش مظبوطه. ده ممكن يسبب لي لو في الكترون بتجري عند السيرفيس يحصل لها ريكومبينيشن او تختفي او الماده تكابتشر الالكترون دي يحصل لها الكترون كابتشر اسرع من جوه البلك. ده اللي بيطلقوا عليه كلمه سيرفيس ريكومبينيشن. يبقى خلي بالكم انك انتوا دايما لو بعد كده هتتعرضوا لديفايس بدل ما الالكترونز بتاعتك بتمشي جوه الماتيريال بتمشي على سطح الماتيريال او ما بين تو ماتيريالز اتوقع ان هيبقى عندها ريكومبينيشن اقوى نتيجه السيرفيس. اخر بقى حاجه برضو نوع تاني من انواع الريكومبينيشن. الريكومبينيشن انت فهمت يعني ايه معناها اختفاء الكترون هول بير ما كده هي ريكومبينيشن اختفاء الكترون هول بير. طيب بصوا معايا هنا بالنسبه للحاجه اللي انت اتكلمنا عليها هنا ركز اختفاء الالكترون ده تسبب خروج انرجي ولا لا تسبب خروج انرجي على شكل راديشن هيت راديشن. بصوا بقى في انواع اخرى ممكن يحصل كابتشر بس ما يحصلش راديشن. قلت له يا نهار ابيض طب ما هو فقد انرجي الانرجي دي راحت فين. ده بقى نوع ثالث من انواع الريكومبينيشن او رابع بقى. يبقى انت دلوقتي عرفت ثلاث انواع في لكم بس الشخبطه اللي احنا عملناها دي الاول ونرجع مره ثانيه. بصوا كده احنا عرفنا دول وادي كمان السيرفيس خدت بالك منها. في اخر نوع بقى مشهور جدا يسموه اوجي ريكومبينيشن مش اوجير النطق بتاعها اوجي اوجي ريكومبينيشن. اوجي ريكومبينيشن ده بيحصل ايه؟ بص كده الحقيقه هنا بقى بيحصل انتر اكشن ما بين ثلاثه بارتكلز مش اثنين. يعني بصوا كده هادي الانتر اكشن هنا في حاله ريكومبينيشن كم بارتكل اشتركوا فيها؟ اثنين الكترون وهول الاثنين نزلوا اختفوا صح ولا غلط؟ صح. الثانيه برضو اثنين بس يمكن على تو ستيب صح ولا لا؟ صح. هنا بقى في الاوجي ده مفيش الكلام ده. الاوجي ده اما بيحصل وبيبقى فيه انواع الاوجي ريكومبينيشن دي بتبقى ثلاثه بارتكل. طبعا تاخد الطول الثالث ده يجي منين؟ هقول لك انا. بص اولا تعال انت عندك لو في الكترون عاوز يركومباين مش هو عاوز ينزل لهول تحت يخفيه؟ طيب بص هيفقد انرجي ولا لا؟ هيفقد انرجي يروح واخدها الالكترون اللي جنبه. طبعا لو انت الكترون اديته انرجي هو جوه الكوندكشن باند يطلع فوق شويه. ليه؟ انه هيبقى عنده كاينيتك انرجي هو اخد انرجي التوتال انرجي زادت بتاعتها فيطلع لفين؟ لفوق. يبقى خلي بالكم هنا عمليه الريكومبينيشن هتفقد انرجي بس مش هتطلع على هيئه راديشن. لا ده الريديتيف مش هيطلع الراديشن هو الالكترون اللي جنبه ده على طول
اللي هو خبطه هو اللي اخذ الانرجي. طيب يبقى في الحاله دي هو هيطلع لفوق. طلع لفوق، طيب بعد ما طلع لفوق هو عنده انرجي جامده ولا لا دلوقتي؟ عنده انرجي جامده. يبتدي بقى ان هو يفقد الانرجي دي بالتدريج لغايه ما يرجع للمكان بتاعه مره ثانيه. يبقى هتلاقوا كده بالظبط في الحاله ده، هي انت بتتكلم انك انت في حاله الاوجير الكومبينيشن هي بتحصل بقى. انت فهمت بين 3 بارت برضو نفس الحكايه، ممكن الكترون ينزل، خلي بالك الكترون ده لو نزل يدي الانرجي لهول جنبه، الهول دي بس بدل ما تبقى ساعتها هنا تنزل لتحت وبعدين تبتدي تطلع الى ما تفقد المستوى بتاعه. طبعا واضح هنا ان هو ما بيطلعش في حاله راديشن، لا هو بتروح في حاله انه يدي الالكترون تاني الانرجي اللي موجوده عنده. دي انواع الكومبينيشن بقى في كل السيمي كوندكتور او معظمها. الوجي ده الحقيقه دايما بيحصل اما يبقى عندك دوبنج عالي، اما بتبقى عامل دوبنج عالي قوي في الماتيريال فبيبقى في عدد كارير كبير، فممكن جدا ان واحد يعمل ريكومبينيشن يروح مدي الانرجي للي جنبه، اللي جنبه يبتدي يتحرك بسرعات اعلى وبعدين يفقدها بالتدريج لغايه ما يرجع في نفس البند بتاعه. يبقى دلوقتي انت ابتديت تفهم حاجتين هنا، ابتديت تفهم زي ما في جينيريشن في ريكومبينيشن، بس ابتديت تفهم ان الريكومبينيشن دي كمان انواع مختلفه وليست نوع واحد. وابتديت برضو حطينا الديفينيشن يعني ايه كلمه جينيريشن ريت او ريكومبينيشن ريت. جينيريشن ريت معناها كام الكترون بير هير اتكونوا بير يونت فوليوم بير سكند، والثانيه بقى كام الكترون هول بير اختفوا بير سكند. في عندكم اي اسئله في الجزء ده؟ باشمهندسين تمام عظيم اوكي في حد كان بيتكلم او حاجه؟ هو دكتور هو ليه لما الالكترون اللي جنبه اخذ الانرجي وبعدين بدا يفقدها ما عملش ايراديشن؟ عشان لو انت تاخدي بالك هنا هو هل بيفقد كميه كبيره من الانرجي ولا كل ما بيخبط في حاجه جنبه وهو بيتحرك بيفقدها؟ تمام. يعني هو الالكترون اللي جنبه بيوصل للكوندكشن باند اصلا ولا بياخد الرسمه الاولانيه دي واحده بس يلا. الرسمه الاولانيه التو الكترون دول في الكوندكشن باند ولا؟ تمام. واحد فقد الانرجي والتاني خدها صح ولا لا؟ فضلوا في نفس الباند يعني. هما الاثنين في نفس الباند. واضحه؟ تمام. زي هنا التو هولز دول في نفس الباند ولا لا؟ مظبوط. تمام. انت دايما عشان يحصل راديشن لازم تنزلي عبر الايجاب، ليه؟ هل وانت نازله في الايجاب دي انت بتخبطي في حاجه؟ لا. تديلك راديشن. لكن لو انا بقى عندي لاتس فايبريشن ولا عندي حاجه وانا بنزل في نفس الباند انا ما بطلعش راديشن، ان دي بتروح غالبا في حاله ثيرمال انرجي نتيجه التخبيطات والحاجات دي، ما بيطلعلكيش على هيئه راديشن. فاهمه؟ تمام واضح. طيب دكتور هو الراديشن ده هيبقى في الدايركت باند بس؟ نعم. الراديشن اللي بيحصل الى حد ما في الدايركت والاندايركت، بس طبعا الدايركت اساسي. تمام. عشان بتفقد الانرجي اتش اف يعني تساوي الاي جي، فطبعا لو الاي جي دي كميه مش قليله من ناحيه الانرجي. دكتور أوكي. ايوه عايز اسال سؤال في السلايد اللي فاتت قبليها دي يا باشا. ايوه هي دي الرسمه اللي تحت على اليمين، هو هنا الالكترون فقد طاقه فنزل الاي تي وبعدها نزل الاي في عمل ريكومبينيشن. ايوه اللي جنبه بقى عمل ايه؟ ما هو بص يا حبيبي انا هنا وديتك الريكومبينيشن ده ممكن تبص له بطريقتين. ممكن تبص له ان الالكترون بص شوف اللي على اليمين خالص دي شايفها؟ شايفها. ده عمل ايه؟ الالكترون نزل للستيت وبعدين كمل على تحت صح ولا غلط؟ مظبوط كده. ده اختفى وده اختفى ولا لا؟ تمام. طيب بص بقى ممكن ابص لها بطريقه ثانيه. الكترون طلع للاي تي وهو الكترون طلع للاي تي وده نازل. فاهمني؟ معنى كده الاثنين اختفوا برضو ولا لا؟ لا تاني معلش. بص يعني انت ممكن تبص ان عمليه الريكومبينيشن كما لو كان عمليه الريكومبينيشن ممكن تبص لها انها تو ستيبس للاي تي والاي تي الى الاي في
ممكن تبص لها كما لو كان انك انت اديت انرجي لان صاحبنا ده الالكترون ينط من هنا وبعدين الكترون تاني ينزل من هنا والاثنين يبقوا في الاي تي كانهم الاثنين اختفى. دكتور مش هو اللي بيطلع مش الكترون. هو يا ابني ايوه هو بيمثلها بالرسمه كده يعني هو في النهايه عاوز يقول لك الاثنين دول هيختفوا ولا لا؟ هيختفوا. هو يعني هو في تمثيل يعني يقول لك كما لو كان الاي تي دي عملت كابتشر للالكترون وكابتشر للهول. يعني كما لو السنتر ده قدر يستضيف الالكترون والايه؟ والهول. والهول تمام تمام. لو هو استضافهم الاثنين اختفوا برضه ولا لا؟ ايوه اختفوا. ده طريق التمثيل يعني الناس تقول لك كده كان بيقول لك كان المكان اللي هو بتاع الاي تي ده بعض الناس بتفكر كده الناس تفكر ان الالكترون فوق ينزل وبعدين منه ينزل لتحت ده منطقي في ناس تقول لك لا ده مكان يقدر يستضيف الكترون وهول كمان كانه حته في الماتيريال فيها ديفكت الديفكت ده يقدر يستقبل الكترون وهول لو استقبل الكترون وهول في نفس الوقت هيحصل بينهم ريكومبينيشن وهيختفوا ولا لا ايوه تمام طيب هو لو ده استقبل الالكترون والهول اختفت من هنا واختفت من هنا هي هي يعني في طريقتين بس للتفسير انها تنزل على تو ستيبس او ان المكان ده الستيتس دي يقول لك قادره انها تاخد الكترون وتاخد هول في نفس الوقت وصلت بالنسبه لك ايوه تمام فهمت شكرا يعني طريقه في التمثيل هم في النهايه انك عاوز تخفي الكترون وهول يا اما تفكر ان الالكترون نط ونزل يا اما المكان ده اللي هو الستيت دي قابله انها تستقبل الكترون وتستقبل ايه؟ هول ولو طبعا هي استقبلت الكترون وهول طبعا الاثنين هيختفوا والمكانين اللي تحت لا بقى فيهم لا الكترون تحت ولا لا الكترون فوق ولا هول تحت دي احدى الطرق يعني في ناس بتمثلها كده عشان كده انا حاططها لك هنا انا كنت بعض الكتب تلاقيه راسمها كده وبعض الكتب راسمها بالطريقه الثانيه فتبقى فاهم يعني هو المهم في النهايه ان الستيت دي بتسهل لك عمليه الايه؟ الريكومبينيشن ماشي يا باشمهندس؟ اللي كان بيسأل مين تمام يا دكتور وضحت بالنسبه لك كده تمام شكرا طب يا دكتور لا عادي يعني احس الحاجات دي يعني شيء طبيعي ان كنت اول مره تفهموها دكتور نعم هو بس مش في الحقيقه اصلا الهول مش هي اللي بتطلع صح هو تخيل بس مش سامعك صوتك هو في الحقيقه الهول مش بتطلع هي تخيل بس صح ايوه هي طريقه برزنتيشن كان المكان يستضيف الكترون وايه وهول دلوقتي بقى هننقل لاخر حاجه عشان المعادلات بتاعتنا بقى هنتكلم سبيشالي على الدايركت ريكومبينيشن وهبتدي بقى ادخل المعادلات غايه ما هنوصل يعني ايه لايف تايم يعني ايه الحاجات دي بالظبط اللايف تايم تتوقف على ايه الجزء بيور ماثماتيك يعني بس طبعا هو في فيزيكس شديده قويه فانا برضو يعني عاوز اطلع معاك على الوايت بورد شويه كده صغيره عشان النتائج هنا اصلا بتخض الواحد اما بيجي احيانا يبص لها كده يعني كتير من الطلبه بتوه في الجزء ده فانا برضو عاوز يعني انبهك على حاجات على الوايت بورد فانا بس عاوزكم تفصلوا خمس دقايق كده قبل ما نيجي هنا المهم ان احنا نخلص الجزء ده ان شاء الله انتوا عندكم محاضره 3:10 طيب يعني بصوا هي 3 دقايق بالظبط يعني بس مجرد افصل عشان الحق اخلص التو سلايدز دول قبل ان شاء الله المحاضره الرياضه بتاعتي
طيب محمد سامي. محمد خليك معانا، يعني نتناقش شويه كده مع بعض. خلاص دلوقتي من فضلكم الناس الموجوده كلكم، عشان احنا قلنا دقيقتين بس، انا كده هعمل شويه يعني ديسكشن عاوز فيها محمد سامي وعبد الوهاب. عبد الوهاب ممدوح مع حضرتك يا دكتور. خليكم معانا انت واحمد، يعني انت وسامي، انا هتكلم معاكم كده ديسكشن يعني مع بعض، فحاولوا تبقوا انتوا الاثنين معايا ونشوف كده ارائكم. بصوا من فضلكم دكتور. نعم. هو انت استنى، النت عندي بس بيقطع شويه، ممكن مش هقدر اكمل مع حضرتك، يعني بيروح ويجي كل شويه يعني. طيب عامة يعني خليك معانا، اذا كانت النت موجوده كمل، ما كانش خلاص انا معايا عبد الوهاب مثلا يكمل معايا. هي انا عاوز اعمل معاكم ديسكشن بس شويه، ان طبعا انا هادي بتكلم معاه كتير، انا بحاول برضو اشوف بعضكم يعني متوقع الحاجات ولا لا. يعني انا هسالك حاجات انا هشرحها بعد كده، بس يعني لو النت بتاعتك موجوده اوكي، ما ردتش خلاص عبد الوهاب يبقى معايا. بص يا عبد الوهاب او سامي، ده منكم ممكن. انا عاوز اسالكم سؤال، تتوقعوا التاو بي دي تتوقف على ايه؟ تتوقف على مثلا حصل لها مثلا دوبنج قد ايه؟ كويس. هو انت لو قلت دوبنج قد ايه، ما انت بتتكلم ساعتها على الماجوريتي او الماينوريتي، صح ولا لا؟ اه بالظبط. ما هو دلوقتي سؤال، انا قلت لك عندي دوبنج ان دي مثلا ب 10 اس 14، ما انا بقول 10 اس 14 انا بتكلم ان 10 اس 14 يبقى بتكلم بي 10 اس كام؟ اس 6 صح؟ مظبوط. لو قلت لي انا عندي مثلا دوبنج 10 اس 12 فانت بتتكلم على ان 10 اس 12 وبتتكلم على بي 10 اس 8 صح؟ طيب اسالك سؤال، احنا اتفقنا ان انا لو عندي ماده ان، طيب ركز معايا يا عبد الوهاب دي، انا الحته دي عاوز الفت نظرك ليها وبعد كده هنتكلم. افرض ان انا عندي ماده ان، طيب الدوبنج بتاعها 10 اس 14 بس الماده دي جرمانيوم وعملت دوبنج 10 اس 14 ماده سيليكون، هل تتوقع ان التايم يختلف على نوع المادة ولا؟ هيختلف طبيعي. ماتيريال الالكترونز هتختفي فيها او تتحرك، اكيد ليها علاقة بالايجاب، يعني المادة اللي ليها ايجاب صغيرة اكيد الترانزيشن وانها ترجع اسهل من المادة اللي ليها ايجاب ايه؟ كبير، صح ولا غلط؟ مظبوط. يبقى انت هتتوقع لازم ان التو دي اكيد لازم يبقى ليها علاقة بنوع الماتيريال، يبقى لازم تتوقف على الماتيريال، صح ولا لا؟ طيب مظبوط. هل انت اما بيبقى عندك عاوز تقول لايف تايم، هل انت بتقول اللايف تايم ده للماينوريتي ولا للماجوريتي؟ للماينوريتي. طيب هو مين اللي بيخفي الماينوريتي؟ بتركومباين مين؟ نعم؟ ايه؟ بتركومباين مين؟ عبد الوهاب. ايوه مع حضرتك، اللي هو مثلا بص تعالى معايا، بص انت بص يا ابني، انا مش عاوزك لما حد يسالك سؤال تبانك، لسبب انك لازم تتعود على دي عشان انت ان شاء الله هتعمل انترفيو في شركات. الشركات ناس هتسالك، وناس بتسالك اسئله بتبقى عارفه انك انت مش عارف النولج بتاعتك، انك لسه خريج يعني، لكن هو بيشوفك انت هتتقبل ازاي وهتفكر ازاي. فتعود على العمليه دي اما واحد يجي يسالك حاجه. دلوقتي سؤال، لو تعالى ناخد مثال، لو كمان ماده ان طيب زي ما احنا بنتكلم كده، هي الماجوريتي بتاعتها هول ولا الكترون؟ الكترون. ماده ان طيب يبقى الماينوريتي بتاعتها ايه؟ حضرتك قلت الماجوريتي، انا سمعت الماجوريتي. الماينوريتي بتاعتها ايه؟ الماينوريتي هتكون دي، قصدي هتكون هول. ماشي هول. طيب هو الهول عشان يختفي محتاج الكترون ولا لا؟ بالظبط. طيب يبقى الزياده في الهول عندي اما تيجي تختفي، المهم مين اللي هيخفيها؟ هل هيخفيها الماجوريتي ولا الماينوريتي؟ لا هيخفيها الماجوريتي اللي هو الالكترون. الالكترون. طب لو كان عدد الالكترون كبير قوي
يبقى تتوقع ان اختفاء الهول يبقى سريع ولا بطيء؟ لا يكون سريع جدا. طيب يبقى دلوقتي اسالك سؤال، بص كده، لو عندي ماده الدوبنج 10 اس 14 الماجوريتي بتاعتها 10 اس 14، عندي ماده ان دي 10 اس 12 الماجوريتي بتاعتها 10 اس 12، تتوقع مين في الماتيريال دول؟ لو دي ماتيريال 1 ودي ماتيريال 2، مين تختفي اسرع الالكترون فيه؟ اللي فوق. اللي فوق ده منطقي. انا دلوقتي عندي شويه الكترون عاوز اموتهم، جالي جيش 10 اس 14 الكترون، طبعا اكيد دول هيفتكوا اكيد اسرع من لو جالي جيش 10 اس 12، صح ولا غلط؟ صح مظبوط. طيب يبقى انت دلوقتي متوقع، يبقى اما اجي اقول اللايف تايم، انت فاهم اللايف تايم هي الرجوع من الكوندكشن باند الى الفالنس باند، اكيد الايجاب تتوقف، ده نوع الماده. الحاجه الثانيه هو مين اللي هيخفي لي الماينوريتي؟ هم الماجوريتي. يبقى انا اتوقع ان التاو بي دي كل ما كان عدد الماجوريتي كبير يكون عدد الماينوريتي يبقى التايم اسرع، صح ولا غلط؟ مظبوط. طيب هل الكلام ده احنا جايبينه منطق لوجيك، صح ولا غلط؟ صح. طيب لو انا حاولت بقى الكلام ده اثبته بالرياضه، لو ثبته بالرياضه والرياضه ماشيه مع المنطق، انت بتبقى اكسبتد وفهمت فيزيكالي ايه اللي بيحصل، صح ولا غلط؟ صح. طيب انا بقى ده اللي هعمله معاك دلوقتي، ان هخليك تحسب اللايف تايم وتفهمه بقى مواضيع كتيره جدا جدا، بس خلاص انت كفايه عليك كده يا عبد الوهاب. سامي خلع وقال ان المايك بتاعه، طب سامي انا هجيبك في الكليه واسالك شويه اسئله كده فيس تو فيس، ماشي خليك معايا. خلاص يا عبد الوهاب، في عندك انت اي سؤال في الجزء ده يا عبد الوهاب؟ لا تمام جدا يا دكتور. ماشي. نعم في حد يعني سمعت صوت، في حد كان عاوز حاجه دكتور؟ انا جيب بالي سؤال. نعم جيب بالي سؤال اللي هو ماتيريال 1 2 3. قول قول عبد الرحمن. ايوه عبد الرحمن. اللي هو على الوايت بورد. ايوه ماشي قول قول عزيز. في الماتيريال 1 و 2 حضرتك قلت ان كانت مره 10 باور 14 ومره 10 باور 12، فبالتالي اللي هي 10 باور 14 دي هتاليمينيت الهولز اسرع. طبعا. طب لو نمبر اوف هولز مختلف، يعني لو هو زاد برضه في ال، ركز كويس بقى عشان هقطم ودنك دي شويه، ركز. هو نمبر اوف هول تختفي معناها الكترون هول بير يختفي ولا لا؟ ايوه صح. يبقى انا بدور فين الكترون هول بير يختفوا، صح ولا لا؟ تمام. صح. وصلت؟ انا العشرة اس تمانية ممكن عشان يختفوا ياخدوا ورق وقت، يمكن ممكن ياخدوا وقت اكتر من عشرة ستة، بس ده مش اللي بتكلم عليه، انا بتكلم على ريت الاختفاء كل ثانية يختفوا قد ايه، كل ما اكيد عدد الماجوريتي اكبر عدد الاختفاء يبقى ايه؟ زمن الاختفاء يبقى اقل، فاهمني؟ تمام، يعني بتكلم على الريت مش ال، ايوه بتكلم على الريت، فاهمني؟ انت دكتور. تمام. بس ده سؤال ذكي على فكره، ده سؤال كويس، بس هي الفكره دايما انك انت بتلخبط احيانا ما بين الريت بتاع الحاجه والحاجه نفسها. يعني انا ممكن يبقى عندي مثلا، ممكن يبقى عندي كده 100 واحد بيجروا و سبق 100 و100، وممكن يكون العددين 100 و100 دول ثابتين، لكن ناس تعبانه صحيا اول ما تبتدي تجري الريت بقى بتاع النزول بتاع كام واحد منهم يتعب يبقى سريع جدا. وممكن جدا يبقى عندي سبق 1000 وسبق 100، دول اعداد كبيره، بس ممكن الريت برضو يبقى في الاثنين واحد او الريت يبقى مختلف، صح ولا غلط؟ يعني في فرق بين العدد والريت، واخد بالك ولا لا؟ هنا انا بتكلم على الريت، كام واحد بيختفي في وقت اسرع؟ وضحت؟ تمام شكرا يا دكتور. عبد الوهاب انت عبد الرحمن فاهمها ولا مش فاهمها؟ فهمت. طيب عامه حبان لك دلوقتي. طب يا دكتور ممكن اسال سؤال؟ قول. هو كده ريكومباينيشن
كل ما يزيد الريت بيزيد ريت الكارير ديسابير. طبعا فكده اللي هو التايم بيقل. طب ما انا قلنا كده كل ما انت تزود الريكومبينيشن تزود ريت الريكومبينيشن ولا الريكومبينيشنز نفسه الريت بتاع الريكومبينيشن يعني تخلي التوبيس هو تمام. طب هو دكتور أصدق. بس الجزئيه بتاعت السيجنال ديتكشن السيجنال دي معناها ايه؟ ما فهمتهاش لما حضرتك قلتها ان انا بقلل بحاول اقللها على قد ما اقدر بحاول اقلل التايم ده على قد ما اقدر. دي ممكن دلوقتي بعد ما تذاكر بقى الجزء ده المره الجايه اقولها لك في الاول، لكن دلوقتي انا عشان التايم يا دوبك ال 35 دقيقه دي اخلص الحته اللي انا عايزها. فذاكر الجزء ده الاول، ده مش متوقف على شنو، ممكن اعدوا لك اول الليكتشر اللي جايه خلاص. بس دلوقتي انا مهم جدا الحق اعمل. بصوا بقى اول حاجه ان انا عمليه الريكومبينيشن طبعا وعدد الالكترون وعدد الهول. يعني ازاي؟ افرضوا عندي ماتيريال عدد الالكترون 10 وعدد الهول 2، تخيلوا كده، وعندي الكترون عدد الالكترون فوق مثلا 1000 وعدد الهول 300، اكيد الريكومبينيشن ما بين 10 و2 او 10 و1 يعني هيبقى الريكومبينيشن ضعيف قوي، ده انت هتخفي واحد بس. لكن اكيد كل ما زاد عدد الالكترون وزادت عدد الهول فرصه الريكومبينيشن بتزيد. يبقى اذا هو ده اللي بيقوله ان الريكومبينيشن بيتوقف على ثابت. الثابت ده فانكشن في حاجتين، ركزوا بقى. الحاجه الاولانيه هيبقى فانكشن في نوع المادة طبعا اكيد. الحاجة التانية في درجة الحرارة. ليه؟ انك تعرف درجة الحرارة لو عالية او قليلة تساعدك في عملية انك تطلع او انك تنزل طبقا الى درجة الحرارة ليها تأثير. طبعا درجة الحرارة ليها تأثير على الايجاب زائد ليها تأثير على الانرجي بتاعت الالكترون اللي بتطلع او بتنزل. عشان كده دايما يقول لك ان البي ده ثابت خاص بنوع المادة بروشناليتي كونستنت، بس ما تنساش برضو هو ليه تأثير طبعا بدرجة الحرارة. الحاجه اللي هي الكارير اللي موجوده في الكوندكشن باند والكارير اللي موجوده في الفالنس باند. طيب ده ان جنرال. طيب تعالوا بقى نتكلم على الايه. خلي بالك هادي معلش ارجع لي بقى. حاضر. بص انت لو عندك درجه حراره غرفه دايما في جي ثيرمال وفي ثيرمال. ليه؟ انت درجه حراره الغرفه طبيعيه هتخلي الكترون تطلع فوق. الكترون هتطلع فوق في درجة حرارة الغرفة بدون تسخين ولا بدون إثارة ولا أي حاجة هترجع. أنت عارف في حالة الثيرمال إيكوليبريم لازم جي ثيرمال الجينيريشن لازم يساوي مين؟ يساوي الار ثيرمال. الار ثيرمال، ما ده معنى الثيرمال إيكوليبريم، ما احنا ده معنى الثيرمال إيكوليبريم. عشان كده أنت بتلاقي عدد الإلكترون ثابت وعدد الهول ثابتة وعدد الإلكترون ثابت، عدد الماجوريتي ثابت، عدد الماينوريتي ثابت. طيب يبقى إذا أنا ممكن أقول كده ان جي ثيرمال وار ثيرمال هي بيتا في ان ان نود في بي ان نود. طبعا انت فاهم ده ان ان نود دي عدد الكارير في حاله الثيرمال ايكوليبريم، بي ان نود دي عدد الكارير في حاله الثيرمال ايكوليبريم. طبعا انا عندي جينيريشن وعندي ريكومبينيشن. هادي ركز بقى، لو واحد ولع لايت يبقى في جينيريشن اكتر ولا لا؟ اه. لكن الجزء بتاع الثيرمال موجود ولا مش موجود؟ لسه موجود. هل الجي بتاع الثيرمال دي اقدر اخفيها؟ لا، ده حاجه الوحيده. عامل ايه في الديفايس؟ اوصله درجه حراره كام؟ مش فاهم حاجه قلت لك كده. ماشي، يعني افرض الجي ثيرمال دي واحد عاوز يشيلها يبقى لازم اروح زيرو كلفن. يروح زيرو كلفن طبعا، ده مش طبيعي يعني. يبقى اذا خلي بالك تولع لايت تضيف لايت، اما بتولع لايت انت بتضيف جينيريشن. اوعوا بقى اما اجي اقول لك اطفي اللايت واحد يقول لي جينيريشن يبقى بصفر، انك لو طفيت اللايت هترجع لازم يبقى في جينيريشن نتيجه الثيرمال، صح ولا غلط؟ صح. يبقى سؤال، الجي ثيرمال موجوده فور ايفر، طول ما في درجه حراره لازم في جي ثيرمال، لكن لو ولعت اللايت بتزود الاليومينيشن، دي حاجه ثانيه. طيب تعالوا نرجع بقى بسرعه كده عشان عاوزين نكتب بعض الايكويشن، بس انا عاوزكم هنا تبقوا يعني سرعة شوية بقى معايا من ناحية الماس، فشيل بس اللي انا
عملته. اوكي اوكي خليك بقى معايا. طيب ده انا بالظبط اندر اليومينيشن. اما هعمل اندر اليومينيشن ركزوا، هيبقى عندي جي ثيرمال اهو زي ما هو، ونضاف عليه جي نتيجه اللايت. طبعا معنى كده ان عدد الالكترون اكيد هتزيد. لو زادت عدد الالكترون اكيد برضو الريكومبينيشن هيزيد. عشان كده انا عندي ار ثيرمال وعندي ار ان. ار ان دي بقى ايه؟ اللي هي الار الجديده في الحاله اللي موجوده عندي، اللي هي نتيجه ان في لايت وجي ثيرمال. انا اطلقت ان انا عندي ار ان جديده، طبعا عدد الكارير زاد. يبقى لو انا عاوز اتكلم بقى على الريكومبينيشن في الحاله الجديده، طبعا الجينيريشن الجديد هيبقى جي ال جي ثيرمال. الريكومبينيشن اللي موجود عندي ما تنساش بقى، ايه بقى المعادله اللي موجوده قدامك دي؟ بص بقى، اللي موجود عندك على اليمين ده الزياده اللي هتحصل لك نتيجه اللايت. طيب بصوا كده معايا بس عشان تفهم. افرض دلوقتي ان انا عندي كان في حاله الثيرمال في الاول، بصوا كده كان عندي هنا مثلا نفترض من دول في 1000 الكترون، وفي مثلا مناظر ليهم تحت مثلا نفترض مثلا 60 هول ولا حاجه، نفترض كده. واضح طبعا لو قلت ان في 100 الكترون تحت وفي تحت 60 هول، واضح ان انا بتكلم على ماده ان طيب. طيب بص، لو انت عملت لايت، ال 60 دي هتزيد ولا لا؟ المينورتي يحصل لها ايه؟ هتزيد. هتزيد. هل هي هتزيد في زيرو تايم ولا مع الوقت؟ مع الوقت. مع الوقت. يبقى معنى كده ان انا عندي في تغير للهول مع التايم. طيب هو تغير الهول مع التايم ده هو ايه؟ هيبقى عباره عن الفرق ما بين الجينيريشن الجديد ناقص الريكومبينيشن. ليه؟ انك انت عاوز، ركزوا شوفوا بقى عشان الديفينيشن ده يتفهم. بصوا كده، انا بقول دي بي ان باي دي تي، واضح هنا ان انا بتكلم على زياده الهول في ان ماتيريال. بقول ان زياده الهول دي هتساوي ايه؟ الزياده نتيجه الجينيريشن بير سكند ناقص الريكومبينيشن بير سكند. يعني انا مثلا نفترض ولعت لايت، ابتديت اطلع 60 الكترون بير سكند لفوق، وبعدين يحصل ريكومبينيشن ينزلوا 20 لتحت. يبقى انا الفرق ما بين ال 60 اللي فوق وال 20 اللي تحت دول، هم دول عدد الالكترون اللي زادت بير سكند. عشان كده بقول ان العدد اللي زاد بير سكند هو عباره عن الجينيريشن ريت، اللي هو كام الكترون هول بير اتكونوا بير يونت فوليوم بير سكند، ناقص كام واحد اختفوا بير فوليوم بير سكند. ها، هل المعادله 14 دي قبل ما اتكلم على اليو واضحه ولا مش واضحه؟ تمام. هادي دكتور انا مش مجمعها قوي بصراحه. ليه دي بي باي دي تي اللي هو معدل تغير الهولز هنتكلم على الكترونز؟ انت دلوقتي بتتكلم على كان عندك 60 هول، اما هتولع اللايت ال 60 هول دول هيبتدوا يزيدوا ولا لا؟ هيبتدوا يزيدوا. طيب هما بيزيدوا، هل بيزيدوا مره واحده ولا مع التايم؟ مع التايم. مع التايم. يعني انت مثلا ولعت اللايت، كان عندك افرض ان ال 60 دول هيقعدوا يزيدوا لغايه ما يوصلوا ل 100، هتلاقي بقى عندك 60، وبعدين بقى عندك 70، بقى عندك 80، بقى عندك 90، بقى عندك كذا كذا لغايه ما وصلت لل 100، صح ولا لا؟ صح. طيب ده بقى ليه ريت اوف تشينج ولا لا؟ ريت اوف تشينج. طيب ما هي دي بي ان باي دي تي، دي يعني ايه؟ ريت اوف تشينج بتاع الهولز. طيب انا قلت ايه؟ طيب. طب هو الريت اوف تشينج بتاع الهولز ده هيجي منين؟ ان بقى في فرق بين الجينريشن والريكومبينيشن، صح ولا لا؟ يعني لو جيت قلت لك انك بتكون مثلا، نفترض بتكون 30 الكترون هول بير بير سكند، وبيختفي منهم 20 بير سكند، يبقى الفرق ما بين دول هيديك 10 بير سكند ولا لا؟ دي 10 بير سكند. طب ما هو 10 بير سكند الكترون هول 10 بير سكند، يبقى هي معناها تغير البي مع التي يساوي 10 هول بير سكند. بير سكند. تمام. فهمتها ولا لسه؟ فهمتها. طيب دلوقتي انا عملت هنا ايه؟ بس لحظه حاجه كده، المعادله اللي موجوده قدامك دي، يعني انت لغايه دلوقتي كده دي مفهومه، اللي طالع نازل ناقص اللي داخل. المهم انا سبت جي اوف لايت لوحده واخدت الاثنين دول مع بعض سميتهم يو. يبقى خلي بالك بقى، يو اللي عندك دي
احنا سميتها نت ريكومبينيشن ريت. دلوقتي بس افهم معايا ليه هقول لك كلمه نت ريكومبينيشن ريت. من المعدل اللي قدامك دي واضح ان يو هي ار ان ماينس جي سيرمان، صح ولا غلط؟ صح. اوكي طيب، هتيجي بقى يقول لي واحد بص يعني انا كنت بالي على الكلام اللي انت بتقوله، بس واضح كده ان العمليه ابتدت تعك شويه، ايه الاسماء دي؟ ليه يعني ليه سميت دول بالذات النت ريكومبينيشن؟ عشان بقى الموضوع ده تفهمه كويس، ركز معايا في الثلاث دقايق اللي جايين دول، هم الاساس لعبه الديفينيشنز كلها. هادي ركز معايا، لو قلت لك انك ولعت اللايت وصلت للستيدي ستيت، يعني ايه ولعت اللايت وصلت للستيدي ستيت؟ ركز كويس كده معايا. ولعت اللايت وصلت للستيدي ستيت، انت راجل سبت اللايت لفتره، دول كانوا 60 عاوزين يزيدوا لغايه ما يوصلوا لايه؟ 100. الى 100 وصلوا ل 100، حصل ثبات مره ثانيه، نتيجه بقى الجينريشن يساوي مين؟ ريكومبينيشن. الريكومبينيشن. طيب اما تولع اللايت وتستنى فتره، التغير ده هيبقى بكام يا سيد هادي؟ بزيرو. بزيرو. ده معناه ان جي ال زائد جي سيرمان تساوي ناقص تساوي ار ان، صح ولا غلط؟ صح. او بمعنى صح اقدر اقولها اندر ستيدي ستيت كونديشن هيبقى انا عندي الدي بي باي دي تي دي بتساوي صفر، معناها جي ال يساوي مين؟ يساوي النت ريكومبينيشن ريت. صح ولا غلط الكلام ده؟ صح. طيب استنك سيد هادي، لو حضرتك بقى رحت طافي اللايت، ركز كويس قوي، لو انت ولعت اللايت وبعدين جيت طافي، انت اما تطفي اللايت جي ال دي هتختفي ولا لا؟ هتختفي. لكن جي سيرمال هتبقى موجوده ولا لا؟ تبقى موجوده. والار ان هتبقى موجوده ولا لا؟ تبقى موجوده. يبقى انت فهمت ليه بقى انا خليت الجي ال لوحدها؟ عشان المعادلات دي لو انت جيت تدرسها بقى وقت ما حطيت في اللايت هتخفي مين؟ هخفي جي لايت. جي لايت. يبقى في حاله ما حضرتك بقى هتعمل سويتش اوف لايت هتبقى جي ال بصفر، يبقى في الحاله دي هتيجي تقول لي ان الريت اوف تشينج هي جي سيرمان ماينس ار ان، اللي هي في الحاله دي اللي انت بتسميها ماينس مين؟ ماينس يو. اه تعالى نفهم، انت طفيت اللايت صح، في ريكومبينيشن هيحصل، لكن هو سؤال انت ما طفيت اللايت الجي سيرمال موجود ولا لا؟ جي سيرمال موجود. طيب يبقى انا حاجه اقول ايه، العدد اللي هيختفي حقيقيا هو اللي بينزل ناقص اللي بيطلع من اللايت، صح ولا غلط؟ ما فيش لايت. ما فيش لايت، لكن هيبقى خلاص انت طفيت اللايت، لكن في بيطلع من مين؟ من جي سيرمال. من جي سيرمال. يبقى لو انت بقى خدت بالك يبقى اليو دي فعلا هي حقيقه الاختفاء ولا لا؟ ليه؟ انت ما هتخفي في ار بينزل، لكن ما تنساش انت طفيت اللايت، لكن الجي سيرمال موجوده ولا لا؟ لسه شغاله. لسه شغاله، يبقى انت في عندك بينزل ولكن جي سيرمال بيطلع. يبقى لو انا قلت لك اخفي لي الديفايس، هل الديفايس بتختفي بالار ولا ار ناقص جي سيرمال؟ ار ناقص جي سيرمال. عشان كده بقى دول اللي يسموها نت ريكومبينيشن ايه؟ ريت. عرفت الاسم جامدين بقى؟ تمام. جماعه من فضلكم دلوقتي ادي الكيسز اللي قدامك، دي بي باي دي ان دي في حاله لو انت ولعت اللايت خلاص الكارير وصلت وسبتت، اطفي الرايت هيبتدي يديكي بدي بي ان بتساوي ماينس يو. هل الايكويشن 14 والايكويشن الاخيره دي فيهم اي مشاكل بالنسبه لك؟ فيزيكالي ده جماعه لو سمحتوا انا بس عاوز اعرف الناس اللي منكم اوكي، كل ارفع لي ايدك، اللي مش اوكي هنقعد هنا، اني مش هطلع من الحته دي لو انت ما فهمتهاش ان نو no واي انك ترجع لها تاني. طيب عبد الرحمن شريف. ايوه دكتور، بس يعني بس ان هو الار ان في الاخر هي ار سيرمال بس صح؟ لا في الاخر بعد ما تثبت، بعد ما ترجع الكارير، لكن الكارير وهي زياده لسه فوق نفس حاله جي سيرمان. لا هترجع بريد تاني. لا اي طبعا، يبقى هي دلوقتي وهي زياده فوق هترجع بريد اكيد غير جي سيرمان، صح ولا غلط؟ صح. طيب اما يختفوا بقى الكارير الزياده كلها ترجع زي ما كانت ولا لا؟ ترجع زي ما كانت، هترجع لحاله السيرمال ايكوليبريم، يبقى جي سيرمان قد الارسل مظبوط. تمام. لكن وقت ما تطفي اللايت
ده هم كان عددهم كبير قوي فوق، يبقى اكيد هيرجعوا بريت مختلف. تمام تمام اوكي كويس ماشي يا عبد الرحمن. انا يعني كويس. طب دلوقتي جماعه في حد مش فاهمها؟ اصل خلاص انا لو الاثنين دول اتفهموا الباقي هكروتك في كويسه سهله جدا يعني. كويس يا جدع، ايه مش هتلحق انك انت سلايد هتمر كده في 5 دقايق وخلاص، لكن هي الاساس كله انا اخدته معاك يعني. والحتت دي على فكره مفروض ان كنتوا لو كنتوا قريتوا الفيديوهات الحته دي اللي عقربت معاكم شويه بقى، انك انت قاعد تقول طيب ازاي هي ار ان ولا ار ثيرمال؟ السؤال بتاعك عبد الرحمن، بس انت ما شفتش الفيديو. عبد الرحمن عبد الرحمن ايه يا دكتور، ما لحقتش اتفرج عليه بهدوء يعني. بتتفرج عليه انت؟ ما لحقتش اتفرج عليه يعني بروقان، او يعني مستعجل يعني. كانت ذمتك واسعه ماشي. عظم غلطتك والله. اسمع كلامي، مش محتاج العملية دي دلوقتي. أنا ما بقول لكم تلت ساعة أو نص ساعة اتفرجوا على الفيديو، أنا فاهم كويس قوي. هتركز على نقط معايا ضروري إن الحاجات دي تفوت، وهيبقى عندك أسئلة فيها. لو بصيت على الفيديو كل الأسئلة دي هتبقى في دماغك، فما هتيجي دلوقتي هتتجاوب. اسمعوا الكلام من فضلكم، ما وريش وقت. انتوا هيبقى عندكم كام امتحان عملي في الفترة اللي جاية؟ كام كويز؟ كام كويزات كتير. كويزات كتير قوي وتسليمات كتير. يا جماعة أنا عارف أرجوك، أنا مش طالب منك وقت طويل، الفيديو تلت ساعة أو 25 دقيقة، ماكسيم بتاع 40 دقيقة، وبعدين معايا محاضرة وتخلص من المادة. بدل ما تفضل محتاج الحاجات دي وتفضل بقى تزن في دماغك بعد كده، والواحد كمان اما بيزن وعصابه تتعب، الحاجات اللي فيها بقى تلخبط وكده بتبقى اكتر مع شده الاعصاب. انا والله يعني بنصحك، بس انا عارف اللي بيحصل. طيب في حد عنده اي حاجه بقى في المعادلات دي دلوقتي؟ طب يا دكتور هي المفروض الار ان هنا اكبر من الار سيرمال ولا ايه؟ طبعا انت دلوقتي ما تولع على كميه الالكترون هول بير المكونه عاليه ولا لا؟ تكون عاليه. طيب يبقى هل الريكومبينيشن طبيعي يبقى زيه زي ما في حاله ما كانوا قليلين؟ صح. ده السؤال بتاع عبد الرحمن حالا. ما خدتش بالي معلش. اوكي طيب تعالوا بقى نتكلم شويه بقى عن نت ريكومبينيشن ريت. ركزوا بس معايا الحته دي بقى اصلا ظريفه قوي. لو انا هاخد النتر كومبينيشن ريت، بصوا كده احنا اتفقنا ان النتر كومبينيشن ريت هي ار ان ناقص جي ثيرمال، صح ولا لا؟ ده الديفينيشن. تمام. طيب الار ان اللي هي الريكومبينيشن بتاعنا بيتا للماده ان ان في بي ان. طيب الجي ثيرمال هي نفسها الار ثيرمال اللي هي بيتا ان ان نود بي ان نود. هل الكلام ده في اي مشكله؟ مفيش. ده انا هنا باخد النص اللي انتوا كاتبينه. انا كل ما فيها اخدت الار ان دي عوضت بيها اهي، واخدت الجي ثيرمال عوضت بيها هنا، طلعت لي اللي هي المعادله اللي موجوده. طيب بصوا بقى كده، عاوزين نلعب شويه. ان ان نود وبي ان نود. ان ان نود ممكن نقول هي ان ان نود الاساسيه زائد الدلتا ان الزياده. بي ان نود برضو دي بي ان، ممكن اكتبها بي ان نود زائد دلتا بي. كده انا كتبت الزياده كانها الاصل زائد الدلتا ان، الاصل زائد الدلتا بي، وهطرح منهم بي ان نود بي ان نود. طبعا لو ضربته القوسين دول في بعض هيطلعوا لك 4 ترمات، هتلاقي الترم الاخير ده يقضي على ترم منهم، يبقى نتيجه دول كلهم 4 ترمات هيتحذف منهم واحد، هيطلع لي كام ترم؟ 3. حسب سحبت البيتا بس بره عامل ايه؟ مشترك. في اي مشكله هنا؟ باشمهندسين؟ تمام. طيب تعالى بقى نلعب شويه في الشكل واحده واحده. بصوا كده كويس قوي،
احنا هنقول في حاجتين. احنا طبعا بنتكلم على دائرة الكومبينيشن، فدايما عندنا دلتا ان في اي لحظة هي دلتا بي، ما انت ما فيش حاجة بتنزل انترميديت ولا حاجة، ده انت بينزل اختفوا يختفوا يطلعوا يطلعوا، فدايما عندي دلتا ان هي دلتا بي، صح ولا غلط؟ صح. طب المعادلة اللي فوق دي عندك ممكن ان انا اكتبها كده، ما عملتش حاجة، دلتا بي دلتا ان دلتا بي، سحبت بره دلتا بي عامل مشترك، يبقى من الاولانية بقت في ان ان نود، التانية بقى في بي ان نود، التالتة بقى في دلتا بي، وانا الدلتا ان اللي سحبتها من هنا وسحبتها من هنا وسحبتها من هنا انا عارف ان دلتا ان دلتا بي، فكتبتهم بالشكل ده. هل هنا في اي مشكلة في اليوف في الحالة دي؟ لا تمام. طيب تعالى بقى، انا عاوز تركيز هنا، احنا خطوة واحدة ونخلص. لو جيت قلت لك انا شغال هاي ليفل انجكشن او لو ليفل انجكشن، طبعا احنا هنشتغل كل حياتنا لو ليفل انجكشن، لان احنا عرفنا ان الهاي ليفل انجكشن ده صعب قوي انك تزود الماينوريتي، يعني الماجوريتي اسف. لو انا جيت قلت لك عندي لو ليفل انجكشن، افتكروا لو ليفل انجكشن كان معناها ايه؟ اولا لو ليفل انجكشن معناها ان الماجوريتي طبعا اكبر من الماينوريتي، زائد ان الماجوريتي اعلى كتير قوي من الزياده، صح ولا غلط؟ صح. طيب بصوا على المعادله دي، ان ان نود وان بي نود، طبعا اكيد ان ان نود اكبر من ان بي ان نود، صح ولا لا؟ الماجوريتي اكبر من الماينوريتي، صح. طيب يبقى ده نقدر نهمله، وطبعا انتوا عارفين نسبه الزياده بالنسبه للماجوريتي غير محسوسه، يبقى برضو دي غير محسوسه بالنسبه للان ان ايه؟ نود، صح ولا لا؟ صح. اوكي يبقى دول ممكن نشيلهم ونقول ان الماجوريتي اكبر بكتير جدا منهم، وده تعريف اللو ليفل انجكشن. اللو ليفل انجكشن انت بتزود الماينوريتي لكن بتسيب الماجوريتي بدون اي تاثير. يبقى لو انت شلت دول هتوصلوا سمبليفايد للايكويشن دي ولا لا؟ خليكم معايا اللي هي الاثنين دول، ماشي؟ اه تمام. في اي مشكله هنا؟ لا تمام. الدلتا بي، ما انت عارف الدلتا بي هي مين؟ هي عباره عن الدلتا بي هي بي ان ناقص بي ان نود، صح ولا غلط؟ صح. اوكي طيب ايه رايكم لو انا المعادله دي كتبتها كده دلتا بي فوق واخدت دول، يعني بص انا عاوز اكتبها كده يو كان ادي دلتا بي، هل انا غيرت حاجه كده لو كتبتها؟ واحد على بيتا ان ان نود، مغيرتش حاجة. مغيرتش حاجة. طب ايه رأيك انا هسمي الحتة دي كده على بعض، ادي دي دلتا بي، وهغيظك بقى وراقولك دي خدية اسمها تاو بي. طبعا واحد يقول انت على مزاجك، كان بيسمون يا سيدي دول مش اتنين كونستنت، صح ولا لا؟ البيتا كونستنت ولا لا؟ والان ان نود دي اساسا الدوبين في الثيرمال ايكوليبريم، صح ولا لا؟ صح. ده مقدار ثابت ولا لا؟ مقدار ثابت. طيب سميتها لك مين؟ تاو. تاو. الناس بقى زعلت قوي، ايه يا عم انت ازاي تقول كده؟ اقول لك بص افهم والله. بصوا ارجعوا بقى عشان تشوفوا انتوا يعني مخكم بيروح ازاي. هو سؤال، فاكرين الدايمنشن بتاع اليو؟ تعالوا نرجع كده لحاجه ظريفه قوي. بصوا كده. هنا لو تفتكر بصوا من المعادله دي. ده مش هو اليو؟ طيب اليو عباره عن ايه؟ بص كده، هو ريت اوف تشينج بتاع البي بالنسبه للتايم، صح ولا غلط؟ صح. طيب بصوا هنا لليو، طب انا وصلت كده، هي الدلتا بي مش اليو دي، انت بتقول اللي تشينج بالنسبه للتايم. طيب تعالوا، هي الدلتا بي عباره عن ايه؟ بي ان نوت ناقص بي ان بي اسف ان ناقص بي ان نوت، صح ولا غلط؟ صح. طب هي دي الزياده الكليه اللي كانت عندك ولا لا؟ الزياده الكليه. طب انا قلت لك الزياده الكليه على زمن معين تديك الريت اوف تشينج، طب ما هو ده تعريف اليو انها دي بي باي دي تي. طيب هو لو انا جيت قلت لك انا هختفي الكارير من بي ان ارجع لك للثيرمال ايكوليبريم، مش الريت اوف تشينج ده
هو المفروض ان معناه الكارير اختفت معناه. طيب يبقى زمن الاختفاء هو مين في الحاله دي؟ هو اللي تحت اللي هو التاو. هو تعريف اللايف تايم صح ولا غلط؟ تمام. طيب واضح بقى من هنا ان التاو بتاعتك طلعت واحد على مين؟ واحد على بيتا في ان ان نو ان ان صح. طب بصوا كده دي الماتيريال ولا لا؟ دي الماتيريال. اه والان ان نود هو مين؟ هو عدد الكاريرز ماجوريتي في السيم ريكوليبريم. طب ما هو ده اللي احنا قلناه. مش احنا قلنا ان التاو هتخفي المينوريتي صح؟ بس المينوريتي عشان تختفي تتوقف على نوع الماده وتتوقف على مين كمان؟ على الماجوريتي. انتم ها ما اعرفش طبعا اكيد لسه مزمزقه في دماغه مش فاكر. طيب نرجع لكم تاني. حاضر انا عارف والله انا عارف وانا عشان كده بقولها اخر حاجه وبسيبك وبعدين ارجع لها المره اللي جايه كده بس تكون انت بقى هضمت الجزء ده فبتحسها دلوقتي. يلا ارجع لكم مثلا على الوايت بورد عشان انتوا يعني ايه يمكن دي مقنعاكم قوي هنا. بص يا باشمهندس ركز معايا. هي الزياده مش الجزء ده الزيادة. طيب يبقى هي بي ان ناقص مين؟ ناقص بي ان ان نون. طيب عظيم. تعالى هنا. اوكي. طيب دي زيادة صح ولا غلط؟ صح. دي بتختفي خلال ايه؟ لو رجعت للسيرمال. طيب لو انا قلت لك معدل الاختفاء بتاعه هتقول لي هي عدد الكارير على الزمن اللي اختفت بيه صح ولا غلط؟ صح. طيب يبقى عدد الكارير اهو بي ان ناقص بي ان دي اختفت خلال قد ايه؟ ثلاثه. طيب يبقى ده هو الريت بتاع الاختفاء ولا لا؟ ده الريت بتاع الاختفاء. اه هو ده اللي انت كنت مسميه مين؟ هو دي بي وبي دي تي اللي هو ليو. هو مين؟ ليو. ليو. طب انا ما عملتش حاجه انا كل اللي فيها بديت لك بالطريقه العكسيه بس بديت لك كده ما تقلقوش ما تقلقوش هتفهموها والله. انا بديت لك من الاساسي الديفينيشن بتاع اليو اهو قعدت اجري معاك باليو. ما اليو ده ايه؟ النتر كومبينيشن ريت ده معدل الاختفاء بتاعك. انا بديته لك لغايه ما وصلته لك في الاخر ان اليو بتاعتك ممكن تتكتب بالشكل ده. طيب فقلت لك ادي الشكل ده ده الدلتا بي ده اللي انت عارفه ده اللي هو الفرق اللي انت عاوز تخفيه. طيب ما هو دي تعرفة ايه؟ كم كارير في زمن قد ايه؟ التوتال كارير بتاعك ما ده بيختفي في التوبي فنحن نقدر نعرف في اليو انها بي ان نود بي ان او على توبي يبقى التوبي ده هو اللي بنسميه كارير لايف تايم. واضح طبعا بقى ان الكارير لايف تايم ده بيتوقف على اللي هو الماينوريتي كارير لايف تايم. طبعا هنا الهول تلاقيه يتوقف على الماجوريتي اللي هي الالكترون. العكس بقى لو انت كنت شغال بي تايب ماتيريال بي تايب ماتيريال يبقى انت هتخفي الان فهتلاقي ساعتها تاو ان هي الديفرنس اللي عندك في الان على تاو ان بس ما تنساش بقى ان تاو ان يبقى هتبقى توقف ساعتها على السيس اللي هي الهول في حاله الان. طيب ادي المعادله 7 والمعادله 8 طبعا الاثنين دول بقى بيعرف كلمه ماينوريتي كارير لايف تايم. يبقى الماينوريتي كارير لايف تايم فيزيكالي هو الزمن اللي انت محتاجه عشان تخفي الكارير اللي موجوده عندك. مش منسين اللي منكم لقطها تماما. بصوا انا بقول لك لقطها نقول بنسبه 80% ما هتقعدوا كده بينكم ومن بعض هتجيبوها انا متاكد. فبس انا عاوز اطمن بس في دماغي الناس اللي خلاص يعني بالنسبه لها مفهوم ارفع ايدك. طيب ماشي زياد رحيت نفسك. يوسف وائل يوسف يوسف مش عارف. طيب عامة احنا كده خلصنا. عندكم الليكتشرز دي انا شرحتها لك وعندكم الليكتشرز اللي هي بتاعت الفيديو هتشوفوا اذا كان الجزء ده خلص خلاص اتاكد منه. لو فاضل جزء في الفيديو انا اعتقادي ان الشغل اللي هنبتدي بيه بقى المره اللي جايه ده المهم جدا انه تروح تبص على الفيديو حلو. المره اللي جايه هنبتدي بالكونتينيوتي ايكويشن. هناخد كل الاكزامبل ده هي على الكونتينيوتي ايكويشن
بوزونز ولابلاس إكويشن دول مفروض حضرتك درستهم في الهندسة الكهربية أو يعني في درستوها في نافي الفيلد بس انتوا فاهمينها؟ بصراحة لا يا دكتور مش قوي لا مش قوي ماشي هقولها لكم بقى فاهمها لكم اذا بصوا انا الحقيقة انا ممكن مشرحها خالص انها يعني مش ريليتد قوي ليا ولكن بصوا بقى مفيش ديفايس في حياتكم هتحلوه في تانية وتالتة سواء بقى باور كوميونيكيشن الكترونكس يعني جيتس ترانزستور الا ما هتستخدموا بوزونز ولا بلاسكوش فهفهمها لكم كويس جدا جدا اصلها جه ازاي انا الحته دي عاملها لكم دي كنتم يعني الحقيقه لكن انا ممكن في الكورس اقول لكم دي زي خلاص انا هشرحها لكم يبقى يوم اللي ان شاء الله الخميس هننهي البارت ده ما اعرفش يعني هل فكره ان احنا نجمع الاثنين مع بعض ريحتكم شويه كان الريت اقل تعرفين انا لو كنت طبيعي بقى عاوز اخلص وان ليكتشر انا كنت مفروض اخد الكونتينيوتي ايكويشن اللي هي دي وهنا لغايه ما اوصل للستيتمنت ده كان المفروض لو الليكتشرز ما قسمنيش لازم اوصل ل 29 عشان يبقى انا فاضل لي ابلكيشن بس وابتدي البي ان جانكشن الاسبوع الجاي يعني طبعا كان الريت هيبقى كبير جدا عليكم ولاد الجزء ده فاهم؟ اه تمام طيب روحوا بقى ذاكروا الجزء ده بالراحه كده ورايا بس المهم تجهزوا تخلصوه كومبليتلي قبل السبت ويا ريتكم تشوفوا المحاضره بتاعت الكومبليتلي من فضلكم عندكم مشاكل بتبقى كتيره جدا خلي بالكم لو ما ذاكرتش الجزء بتاع الكومبينيشن ريت الاخير ده مش هتفهم حاجه في الكونتينيتي والمعادلات بقى كمان اصلها بتبتدي تخضكم اكتر انكم بتلاقوها طويله فبيحصل يعني معادله 21 22 دي طبعا برضو بيبقى لها اشكال ثانيه ناس كتيره جدا تقول لي انا ازاي هحفظ دي اصل دي ما بجيبها لكمش في الفورمولا شيت على فكره بتتخض بقى دي ما تجيش في الفورمولا شيت اقول لك اه انا كنت بدور طالعه السطر انا بديكوا الاصل اللي تقدر تطلع بيه دي او اي واحده انت بتستخدمها عشان كده بقول لكم ارجوكم لو ما ذاكرتوش الجزء ده مش هتفهموا مني اي حاجه فعلا يعني هتفهموا الجزء الاولاني ده اللي هو يعني سهل هتفهموا اول بقى ما هاجي احتاج 19 و20 او ان جنرال اللي هي 21 و22 هتقع فمن فضلكم يعني بصوا على الفيديوهات ضروري المره دي عامه تمسكوا بقى عشان محاضره الرياضه دكتور ممكن بس سؤال نعم ممكن سؤال بس ليه؟ هو ليه في التاو احنا ليه بنهمل اللي هو بنقول اللي هو الفولتج او بنقول مثلا الكونسنتريشن تنزل ل 37% ليه بنهمل 37% ده والله في التايم ما دي بقى ليه بص انا هنا جبت لك سيره 37% لا اظهر عليا بقى ما فهمك حته ال 37% تمام اللي هي مش هتبان لك هنا هي هتبان لك اما اجي اعمل الرياضه واوصل لك للشكل ده هنا بقى اللي هتفهم يعني ايه 37 تمام لكن البارت ده انت لغايه دلوقتي انا ما اتكلمتش هنا على ال 37% قلت لك ان التوبيت تقريبا هي اختفاء الايه؟ عشان انت قاعد في الفيديو عشان كده انا كنت بسال معاك لسه عشان الفيديو انا كنت مكمل تمام يعني الفيديو الحته بتاعت ال 37 دي انا بذكرها دايما بقولها كده لكن دي بقى عشان تفهموها كمان هتفهموا حاجه في الار سي سيركتس في جزء في الار سي سيركتس مهم جدا يتفهم عشان تفهم كلمه ال 37% دي جت ازاي فدي هشرحها لكم ما تقلقوش اما هاجي هنا بقى هجيب لك ال 37% دي اصلها جايه منين بس من هنا واضح؟ تمام دكتور واحنا نقدر نحل قد ايه من الشيت كده شيت 2 اكتر من 3 4 يعني انا حطيت لا مش معايا الارقام بالظبط لكن اكتر من 3 4 فعلا يعني يمكن الكونتينيتي ايكويشن في شيت 2 هما 3 مسائل من كل الهلومه اللي عندك
عامه انا ممكن جدا المره اللي جايه اطلع لكم الشيت، اصل المره الجايه هيبقى خلصنا. فيعني انت يعني انت حل الانرجي باند جرام دلوقتي. اسمعني مين بيكلمني؟ انا عبد الرحمن. ده بص يا عبد الرحمن، حل دلوقتي كل المسائل الخاصه بكل المالتيبل تشويس اللي عندك، وحل المسائل كلها بتاعه الانرجي باند. ايه ده الانرجي باند جرام؟ حل دول دلوقتي، استناني لغايه يوم الخميس. تمام، شكرا لك. يوم الخميس بقى انا يعني هتبقى كل المسائل الثانيه، بس كمان هتحلها وانت فاهمها بعمق اكبر شويه. فان شاء الله يوم الخميس باذن الله نشوفك على خير. عاوزين حاجه يا ولاد قبل ما نخلص؟ دكتور شكرا. ايوه يا انا كان عندي يعني حاجه بره المنهج. انا كان عندي مشكله في الميد تيرم. انت اللي بعت لي الميد؟ انا اللي بعت لك الميل. طيب ما يا عمان انا قلت لك قول لي الموديل بتاعك ايه. ما لا ما انا ما جبتش يعني انا اللي كان عندي مشكله ان الدرجه ما ظهرتش. ما اعرفش، مش فاكر الموديل بتاعي بالظبط، بس انا كنت معلم في الورق. يا ابني ما هو ده، انت بقى بتتعبني تعب جامد جدا ان كده اقعد ادور في 640 ورقه دول. هي نتيجتك ما ظهرتش لسببين. هل انت دفعت المصاريف او حاجه اداريه؟ لا دفعت المصاريف، بس انا ممكن اكون اكيد ممكن تلاقي مشكله في الكود. ممكن مثلا علمت على حاجتين مثلا، بس انا متاكد ان انا علمت على المود صح. انت ظهر لك النتيجه صفر؟ ظهر لي النتيجه صفر، يعني مش ظهر لي حاجه اصلا، بس انا دافع المصاريف يعني انا متاكد. لا اصل انا طبعا يعني انا حتى زمايلك اللي كانوش دافع المصاريف ببعت لهم الريزلت، بس انا الفكره انك انت كده الورقه بتاعتك فين؟ يعني ما هو الورقه بتاعتك لازم تتصلح، لو في كود غلط بيبان لي. انا كده كأنه كنت لا ما هو اكيد. وبعدين انت بقالك قد ايه النتيجه دي ظاهره يا جدع؟ ايه ظاهره؟ بقالها اسبوع. لا اسبوعين دي ظهرت وانت بتمتحن. ما انا على فكره بعت للمندوب، بس ما كنتش يعني ما كنتش بخش اكلم حضرتك. قلت يعني اكلم حضرتك في المحاضره، بس بعت للمندوب يبعت. كريم المندة دي شغلتي انا، مندوب ايه؟ ما المندوب هيرجع لي انا. بالظبط، ما انا عشان كده قلت على طول. يعني لما تطلع ماتيريال بتاعتك صفر، طيب خلي المندوب ينفع بقى. لا خلاص والله يا ابني يعني انا عارف. ما هو انا ما حدش منكم كلمني، كان من المندوب بتاعكم ما قالش حاجه والله. مش عمر؟ ايوه هو. ماليش حاجه، انا ما اعرفش والله. فانا قلت على طول خلاص يعني اكلمك انت على طول. اكيد انت اللي يعني انت الاي دي بتاعتك كام؟ الاي دي بتاعتك كام؟ 19 01 763 صح؟ انت مش فاكر الموديل بتاعك؟ لا اشوفها لك، بس انا قصد درجتين. ماشي احسن ما اخد صفر. لا حاضر. دكتور سامح. نعم. هو انا كاتب اسمي على الورقه، يعني انا كمان كاتب اسم. كاتب ايه؟ كاتب الاسم بتاعي يعني ممكن تلاقي غلط، ممكن تلاقي نقطه في الكود غلط، بس يعني بس انا كاتب اسمي على الموديل على الورقه. يا ابني على ورقه الاجابه. بس ما قلتليش حاجه كده، انت هتخليني اراجع 650 ورقه. لو قلت لي الموديل كام هتريحني. انا مش عارف، ما ممكن لو شفت يعني ما عنديش يعني لازم اشوف كل الموديلات عشان اعرف انا انهي موديل. انا فاكر ترتيب الاسئله، يعني انا لو شفت الموديلات اعرف انا انهي موديل. ايه السؤال اللي كان عندك في الاول؟ طيب حاضر، انا هعرف رقم الموديل على طول. انا عاوز اشوف الاسئله عشان افتكرها. طيب دي بسيطه، الموديل الاولاني اعتقد حاططه لكم. طيب انت دلوقتي عندك محاضره رياضه؟ لا عادي مش فارقه معايا، اسمعها مسجله. لا ما انت تقدر تحضرها بعد كده تكلمني، مش مشكله. لا عادي انا اصلا ما بحضرهاش. طيب انا بس دلوقتي لازم اشوف المودلز بتاعتك دي. انا كنت حاطط لكم موديل المره اللي فاتت.